بسم الله، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من نمبر 1. والنهارده عندنا تفاصيل كتيره وكلام مهم جدا في الجزء الثاني. هيبقى مع كابتننا كابتن زكريا ناصف والكابتن عادل مصطفى. طيب النهارده عندنا احداث في منتهى الاهميه، لعل ابرزها واهمها هو القرعه بتاعه تصفيات بطوله الامم الافريقيه المؤهله ان شاء الله باذن الله للبطوله، هتبقى في 2021. ماشي، القرعه اتعملت ومصر تصنيف اول الحمد لله، وقع معانا ثلاث منتخبات، يعني مفيش ايسر من كده، مفيش احسن من كده، مفيش اسهل من كده. يعني لو انت بتتكلم على المستويات يعني، فانت معاك كينيا وتوجو وجزر القمر، بس سهل جدا الموضوع. بتاخد اول وتاني، تصعد تعمل لهم باي، تبقى موجود في بطوله الامم الافريقيه. فدي فرصه كويسه، يعني فرصه انه مجموعه، موضوع سهل التاهل على الورق، مفيش اسهل من كده بقى. وخلونا نحط بقى دايما ايه الكلام في نصابه الطبيعي، عشان احنا خلاص بقول لك ايه، اللي بيتلسع من الشوربه بينفخ في الزبادي، فاحنا اتلسعنا فابن هننفخ في الزبادي بقى. يا جماعه الموضوع ده واضح اهو، احنا بنتكلم على ثلاث فرق، لو احنا بعتنا عندنا مركز شباب من مراكز الشباب هتكسب. محدش يقول لي انت ما بتبالغ ومش بتبالغ، ولا بنبالغ ولا ما بنبالغش بقى. خلونا بقى مره شويه كده ايه، يعني نبقى حاسين شويه او نقول اللي نفسنا فيه. لا يعني المجموعه دي سهله جدا، ونصعد ونصيط نفسنا. احنا مش عايزين نصعد بس كده، نصعد واحنا بنكسب، وبنكسب كتير وبندي لنفسنا ثقه، ففرصه كويسه جدا. دي الجزئيه الاولانيه، سريعا كده. فاحنا وقعنا في مجموعه لطيفه، المجموعات التانيه كلها كالتالي. طبعا المجموعه الاولى فيها مالي، غينيا، ناميبيا، وليبيريا وتشاد، اهو قدام حضراتكم على الشاشه. المجموعه الثانيه هيبقى فيها بوركينا، اوغندا، ملاوي، جنوب السودان، وسيشل. ماشي كده. التصنيف الرابع هم بيلعبوا بعض وبياخدوا واحد يبقى موجود في المجموعه. غانا، جنوب افريقيا، السودان، موريشيوس، وساو تومي. المجموعة الرابعة كونغو ديمقراطية، الجابون، أنجولا، جيبوتي، وجامبيا. وهي كلها على حسب تصنيفاتها برضو. المجموعة الخامسة مغرب، موريتانيا، أفريقيا الوسطى، بوروندي. المجموعة الستة الكاميرون، الراس الأخضر، موزمبيق، رواندا. المجموعة السابعة مصر، كينيا، توجو، جزر القمر. سهلة أهو، مفيش أسهل من كده. الجزائر، دي المجموعة الثامنة، الجزائر، زامبيا، زيمبابوي، بوتسوانا. المجموعة التاسعة السنغال، الكونغو، غينيا بيساو، وإسواتيني. العاشرة تونس، ليبيا، تنزانيا، غينيا الاستوائية. الحداشر كوت ديفوار، النيجر، مدغشقر، إثيوبيا. الاتناشر نيجيريا، بنين، سيراليون، وليسوتو. دي كده المجموعات كلها بالكامل اللي هتبقى موجوده في تصفيات المؤهله لبطوله الامم الافريقيه 2021 المقامه في الكاميرون. طيب تعالوا نشوف النهارده حاج احمد احمد رئيس، حاج احمد 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 رئيس الاتحاد الافريقي لكره القدم، ضرب النهارده ايه تصريح او تصريح اللي هو يقول لك مقطع بطاقته. يعني الراجل قال كلام مش لا يجوز السكوت عليه. يعني انا متعود ابقى صريح شويه، واي حاجه بتقرب مننا الواحد ما بيفرقش معايا. احمد احمد عايز ينقل مقر الاتحاد الافريقي من مصر، فهو عمال يهوبص ويلف ويدور ويعمل حاجه كتير جدا. مصر ماشي دولة صغيرة بالقانون وبالحقوق وبالواجبات. مصر هي دولة المقر للاتحاد الافريقي لكرة القدم. هذا الرجل استقبل كما لم يستقبل شخص ورئيس اتحاد زي ما هو بيعامل، بس هو عايز امور، الامور دي ليها علاقة بالقانون المصري،
ما ينفعش بأي حال من الأحوال إن هي تحصل تحت سيادة دولة محترمة كبيرة. وعلشان يبقى في نوع من أنواع القبول لحاجات معينة برضو دي اسمها مصر. ولما بتتكلم مع مصر في حاجة ليها علاقة بتسهيلات ما، التسهيلات دي احنا عندنا مجلس نواب وعندنا طرق قانونية نعرف نتعامل بيها. إنما الحقيقة النهاردة الشغل البلدي بتاع لوي الدراع ده اسمه شغل بلدي قديم وما بيتعملش معانا خالص. يعني عمرها ما حصلت معانا انه رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم يطلع يقول لك انه انا بطالب بتدخل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا لتحصين مقر الكاف قانونيا في مصر. شوف اي ما يكون هو حتى لو عنده جزء بسيط من الحق، لو عنده جزء بسيط من الحق في اي حاجة يعني هو بيقولها. احنا مش بنعامل المعاملة دي، مصر بتتعاملش، مصر دولة كبيرة بتلوش دراعها. مصر تعرف تتكلم مع مسؤولينها ومع قياداتها في الغرف المغلقة وتطلب طلباتك بالشكل القانوني اللي يتوافق وقانون البلد. انما هل هو طبيعي مثلا انه مصر ودولة المقر او او او, أو انه مقر الاتحاد الافريقي لكرة القدم موجود في مصر لا ينصاع للقانون المصري؟ طب أمارة ايه؟ يعني حد يديني اي أمارة من الامارات. هل هو يطلب ان يعامل كدولة داخل الدولة؟ ده شيء عمره ما يكون مقبول. هل هو عايز يحول مقر الكاف من مصر للتحركات اللي احنا واعيين كمصر كويس قوي هو عايز يوديها فين؟ في حاجات بتنفع تتقال وفي حاجات الناس فهماها. فالألعاب دي ما بتمشيش معانا، مش ماشيه. يعني لو جبت طفل صغير والنهارده قلت له حل الكلام احمد قال لك الكاف ليس اتحادا يحكمه القانون المصري، لا طالما موجود هنا يبقى يحكمه القانون المصري في امور معينه ليها علاقه بالادارات الماليه والماديه وكل ما له علاقه بالفساد لن يخرج بره القانون المصري. لن يخرج بره القانون المصري، زي ما حضراتكم ما شفتوا كده الاحداث اللي حصلت في الفتره الاخيره ليها علاقه بالاتحاد الدولي لكره القدم وبلاتر وتتبعه والقانون الامريكي وفي فرنسا وفي دول عده. في اوروبا وفي امريكا يعني. فمفيش حاجه اسمها انه القانون ينسلخ من دولة معينة لصالح مقر او لصالح حاجة، يعني خاصة في الامور المادية والامور المالية خاصة. واعتقد انه هو ده اللي بيشغل بال احمد بالاضافة كمان لامور ليها علاقة بمعاملة بعض الموظفين كشخصيات دبلوماسية يحصلوا على جواز سفر دبلوماسي. طيب راجع لك، انا اوجه صرخة استغاثة لكم بخصوص هذا الشأن. إذا لم نتحرك في هذا الاتجاه فكل ما نسعى إليه من تطوير سيكون كله حبر على ورق. وقالك لا نجد أي إجابات على ما نطلبه بشأن الموقف المعقد لموظف الكاف. قالك موظف الكاف لا يمكنهم الحصول على تأشيرة عمل بل سياحة، وهذا وضع شديد الخطورة. حصلنا على وعود عديدة لم تنفذ. قال نحن متأخرون عن باقي الاتحادات القارية. شوف هو بقى عم أحمد شايف أنه يا عيني الاتحاد الإفريقي لكرة القدم متأخر عشان خاطر اللي في مصر. يا راجل ياللي ما عندكش حكام، يا راجل ياللي الفار عندك ما بيشتغلش، يا راجل ياللي نهائي البطولة الإفريقية المفروض يبقى في حكم رحت شايله وحاطط حكم تاني. يا جدعان خلونا ساكتين ما تستفزوناش. قال يعني مصر هي اللي معطلة التقدم التكنولوجي والتقدم الرهيب في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. يا راجل بلاش بقى يا راجل، ده احنا الناس رايحة كانت بتتفرج على فاينل نهائي دوري ابطال اوروبا وقبليها بيوم كان فاينل دوري ابطال افريقيا، حصلت فيه فضيحة العالم كله اتكلم عنها. هو النهائي ده كان بيتلعب في مصر اللي مأخر، في مصر اللي مأخراك على القرارات اللي مش عارفة كذا، مأخرانا كاتحاد افريقي. كلام مايع وصايص وما يبص كده تبقى فاهم كويس قوي انه وراه حاجة. يعني واحد يقول لك احنا متاخرين عن باقي الاتحادات القاريه. وقال لك طلبت من رئيس الفيفا انه يدعمنا لتجاوز التاخير ويدعمني في كافه الصلاحيات، ولكن بدون حمايه قانونيه يصبح الامر معقد. طب انا هسال سؤال عشان بس اقول لكم قد ايه تشعر انه الموضوع ده مش مناسب. مصر هذه الدوله التي انقذت هذه البطولة بقوتها وبإمكانياتها وبكوادرها البشرية، بطولة الأمم الإفريقية،
وحملت على عاتقها تنظيم هذه البطوله في الوقت اللي انسحبت فيه الكاميرون، وفي اربع شهور عملت البطوله دي بالشكل الرائع اللي يعني اشاد به الكل واشاد به الجميع. الغريب قبل القريب. هل من الجائز يا اخي كلمه شكرا اللي بتقولها للناس، تقولها لمصر ولحكومه مصر وللدوله المصريه، يبقى الكلام بتاعك ده، يبقى الاسلوب ده، الاسلوب اللي هو زي ما بقول لحضراتكم ده اسلوب ثالثه ابتدائي، هتديني الكوره ولا اكسر لك الازاز؟ ايه يا ابني؟ ايه يا حبيبي؟ انت بتتعامل مع دوله، ودوله كبيره، ومش من دوله، ودوله ليها شعبها وشعب كبير جدا جدا. يعني في امور كده لما تفكر فيها، هو انت فكرت فيها ازاي؟ حسبتها ازاي؟ هو انت واحد صاحبك طالعين بتتخانقوا مع بعض، بتقول واحد بيقول حاجه في الثانيه يطلع يرد عليه؟ مفيش كده. لذلك كان رد حتى كمان المهندس هاني بريده عضو المكتب التنفيذي، قال له الكاف بيتمتع بحمايه قانونيه وبيتمتع بكافه الصلاحيات التي لا يتمتع بها الاتحاد الدولي لكره القدم في بلده، في المقر بتاعه في سويسرا. طب انت يا عم احمد قاعد اكل نايم شارب موجود في مصر، وقاعد مع المسؤولين في مصر، ما بتتكلمش معاهم ليه؟ ما تتكلمش معاهم ليه؟ هل انت عايز، فاكر انك ممكن تحرج الدوله المصريه؟ كلام يفتقد للعقلانيه والتعقل واداره الامور بحكمه. وبقول لحضراتكم، انت لما تيجي كده تقول لاي واحد النهارده حلل لي الكلام ده، يقول لك ده واحد بيتلكك، بيحط شويه اسباب وبشويه حاجات كده علشان يبقى عنده ذرائع يقدر يستخدمها عشان ينقل المقر من الاتحاد المصري، المقر من مصر، مقر الاتحاد الافريقي لكره القدم من مصر، لاي دوله من الدول اللي احنا عارفين ان هو بيتحرك وفقا لرؤيتهم. فانا بتخيل انه الردود اللي شبه كده والامور اللي شبه كده لا بتتقال في العلن، ولا بتتقال قدام الناس، ولا في مقر، ولا في اجتماع، ولا حتى كمان في تواجد الاتحاد الدولي لكرة القدم ممثلا في انفانتينو اللي النهارده كان موجود. طب انت ما قلتش الكلام ده ليه بره؟ يعني ما اتكلمتوش ليه؟ طب اقول لكم على حاجه، جدول الاعمال نفسه ما فيهوش طرح اصلا للموضوع ده. يعني كنا بنتناقش انا وزمايلي قبل الهوا، جدول الاعمال نفسه كله على بعضه بتاع اجتماع الجمعيه العموميه ما فيهوش اصلا القصه دي. متخيلين الموضوع عامل ازاي؟ فالحقيقه احنا كل يوم بتتضح لنا امور ليها علاقة بكيفية الادارة، وبتتضح لنا حاجات بتؤكد وجهة نظرنا في اشخاص بعينهم. وخلينا بقى نقول اللي لينا واللي علينا، الاتحاد الافريقي لكرة القدم لم يقدم اي اداء يدل على اي نجاح منذ قدوم هذا الرجل. شهادة لله احنا ما شفناش يوم حلو من ساعة ما جه على الإطلاق. تخبط، قرارات خاطئة، إيقافات لحكام، إعادتهم مرة تانية، إعادات لمباراة عمرك يا راجل شفت نهائي دوري أبطال إفريقيا الفار معرفش خبطوه بطوبة ولا إيه اللي حصل فيه فعطل، فراح هو نزل وقعدوا اتكلموا مع بعض وبعدين راح كسب فرقة. أنا ما بتكلمش على أسماء الفرق طبعًا، كلهم ليهم التقدير والاحترام، كسب فرقة وخلاها رفعت الكاس وهو موجود. رفعوا الكاس ولبسهم الميداليات وهو موجود، ما كانش حد مشربه حاجة صفرة، هو موجود. وبعدين جه بعديها قال لك لا ما أصل أنا اتهددت. طب ما أنت عامل أهو أبو السباع. أصل قالوا لي فأنا ما، وبعدين أصل الحكم عمل، فإحنا نعيد الماتش معلش. ولما فكروا يعيدوا الماتش هيتعاد فين الماتش؟ في مصر ام الدنيا، اللي هو طالع يقول لك احنا متعطلين ومتاخرين بسبب. يا راجل متعطلين ومتاخرين ايه يا راجل؟ يا راجل ده انت من ساعه ما مسكت الاتحاد الافريقي لكره القدم واحنا بنشوف مهازل ما شفناهاش في حياتنا، سواء على مستوى التحكيم، سواء على مستوى التقنيه انت مش عارف تطبقها، سواء على مستوى فضايح احنا ما سمعناش عنها قبل كده، وما اعرفش فين هنا ومشكله ايه هنا ومشكله ايه هنا وحاجه يعني. وبعدين بدل ما تقول للدولة اللي محتضناك شكرا، شكرا على الاستضافة،
شكرا على بطولة الأمم الإفريقية، شكرا على الملف التنظيمي، شكرا على اللي حصل، شكرا على حفل الافتتاح، على حفل القرعة، على استضافة نجوم القارة كلهم هنا، على التنسيق، على الدعم، على كل حاجة. دي كلمة الشكر اللي بتتقال، انه فاكر انه مصر بيتلوي دراعها. بس بيبقى عنده دايما مشكلة اي حد بيتخيل الامور دي. وبعدين اذا كان تخيل الامور دي كان ممكن يبقى في وقت سابق، كانت ممكن يعني تتفهم. دلوقتي لا، صعب. مصر دولة دلوقتي كبيرة، مصر دلوقتي الدولة فعلا قوية. فالكلام اللي قاله احمد ده هيبقى مردود عليه، ومردود عليه جامد جدا جدا. انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم كان موجود في مصر، هنأ مصر بالتنظيم الرائع للبطولة، واتكلم على حاجات كتيرة جدا جدا ليها علاقة بجودة التنظيم. فأعتقد الكاف لو عايز يعدل ويطور الراجل أصلا من سياسة إدارته للأمور، وكفاية المشاكل والمهازل اللي احنا شايفينها. بكرة إن شاء الله بإذن الله، قبل ما أروح للتقرير اللي جاي، بكرة بمشيئة الله هو نهائي بطولة إفريقيا، البطولة اللي مصر بذل فيها مجهود كبير جدا تنظيميا، واللي إن شاء الله بإذن الله سيسدل الستار عنها في الغد بلقاء قوي جدا ومهم جدا يجمع ما بين منتخب الجزائر ومنتخب السنغال. على مدار البطولة كلها كان أداء الإعلام المصري، أو خلوني حتى كمان أتكلم عن نفسي هنا في البرنامج، كان أداءنا دائما يتعامل مع كرة القدم. وقلنا وهنفضل نقول إنه الجزائر قدمت كرة أمتعتنا بيها، يعني أقنعتنا من أول لقاء ليها قدام كينيا، ولأسباب يعني كتيرة كان دايما دعمنا للمنتخب الجزائري. أظن واضح جدا، واضح جدا انه هناك تعامل مغاير تماما في الاعلام المصري، ويقابله ايضا تعامل مماثل بكل شياكه وبكل ادب من الاعلام الجزائري. وبتخيل انه ده نتيجه وعي وادراك لدى الجانبين، احنا اللي بنستضيف البطوله، واهلنا واخواتنا في بلدنا، وهيحصل وهيبقى عندنا برضو بطولات والجزائر هتستضيفها، وهيحصل ومصر تكون موجودة فيها. ولا أتخيل بأي حال من الأحوال إلا وأنت ستكون المعاملة بالمثل، وكمان بأفضل من المثل، إن الشعب الجزائري شعب كبير وشعب خلوق وشعب محب، الحاجات اللي احنا دايما بنراها فيها. طيب، اللي أنا عايز أقوله وده كلام مهم قوي، إنه في ناس صعب عليها إنه يبقى في اللحمه دي موجوده، في ناس صعب عليها يعني، ده قال لك ازاي يعني هيتقاربوا مع بعض؟ معقوله الاعلام ده ما بيغلطش؟ ومعقوله الاعلام ده ما بيغلطش؟ معقوله اي حد بيطلع يقول كلمه على السوشيال ميديا يقول له تعالى 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 انت بتقول ايه؟ تعالى شوف اعلام مصر بيقول ايه، ويجيب له نماذج وفيديوهات من الاعلام المصري. معقوله لما واحد يغلط من السوشيال ميديا يقول له لا لا تعالى تعالى انت بتقول ايه؟ شوف الجزائر بتتكلم ازاي على مصر، تعالى اوريك الاعلام الجزائري بيتكلم ازاي على مصر. ففي ناس صعبان عليها ان هو شايفين حاله تقارب وحاله ود، وهي مش كوره ومش فرض على الناس. يعني انا قلت تاني وهفضل اقولها كل شويه، انا عن نفسي انا من اول البطوله، انا قلت من ساعه ما مصر ما خرجت من البطوله، قلت انا الفرقه اللي بشجعها منتخب الجزائر، ما شاء الله الله اكبر فرقه تحترم يعني. لكنه برضو حتى ولو انت مش هتشجع الجزائر بس انت بتحب الجزائر، لو انت مش هتشجع كذا فانت يعني الامور ما بتتاخدش كده. فاللي عايز اقوله انه في ناس صعبان عليها انه يبقى في تعامل رشيق ومحترم من كلا الجانبين. فانا سعيد انه الناس بتفوت عليها الفرصه، بتفوت على كل الناس المغرضه الحاقده اللي عايزه تعمل مشكله من لا مشكله. مفيش مشكله، لان انت النهارده مثلا سيد جمال بالماضي راجل محترم جدا، مدير الفني، سأل سؤال تشجيع والجانب المصري وبتاع، قال لك يعني اذا مصر شجعتنا حاجه عظيمه، انما لو ما شجعوناش مفيش مشكله، جماهيرنا في الجزائر موجوده. تصريح طبيعي جدا ومنطقي، ما قالش فيه اي حاجه، حرف يعني اتاخد في مصر وحرف علشان يثير الناس في مصر. خد بالك، افهم بقى، افهم انت ماشي كويس، انت بتتعامل بحجمك بقوتك بامكانياتك باسمك بتاريخك، مصر كبيره جدا لازم تحتوي الكل وتحتوي الجميع.
فافهم انه في واحد عايز يعني ايه يعني يغير ويحرف من كلام رجل طيب ورجل محترم وبيتكلم بشكل مؤدب جدا جدا. افهم بقى القصه اللي انا عايز اقوله ايه. هي فرصه، والفرصه دي انا بعتقد ان احنا يعني كلنا طالعين منها كسبانين، وان شاء الله باذن الله نكسب اكتر لما منتخب الجزائر يكسب اكتر او يكسب بكره ان شاء الله، ويبقى الموضوع هو بدايه لصفحه لن تطوى ابدا في التعامل المحترم والطيب بين كلا الشعبين لاسباب او لاخرى لا داعي يعني الغوص في تفاصيلها. حصلت مشاكل قبل كده بسبب كره القدم، وسبحان الله ما تفرقه كره القدم اهو بتعيده مره اخرى وتقربه ايضا مره اخرى كره القدم. بس ده هرجع اقول ليه، لانه برضو للامانه هناك مسؤوليه اعلاميه دلوقتي بيتقام بيها بشكل محترم، قبل كده لم تكن هناك مسؤوليه اجتماعيه، مسؤوليه لا مجتمعيه من الاعلام، ولا حتى كمان مسؤوليه اعلاميه، ولا تعامل بشكل في تشغيل للمخ. بمعنى ايه؟ فيما سبق سبب اشعال الفتنه ايه؟ فيديو تافه، شوفوا ثلاث انفار تافه، فجيبه انا في الجانب المصري واقوم عرضه على شاشات ويعاد نشره فالناس تستفز، فالجانب الاخر يرد فيجيب فيديو الناس غضبت فيقوم عرضه تافه، فيديو تافه، فنبتدي نخش في حرب وحصل اللي حصل. دلوقتي لا، الناس بقت مستوعبه واعيه كويس قوي 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 انه لا، ما بقاش ينفع الكلام ده، احنا ناس اعقل من كده بكتير، وعشان احنا ناس اعقل من كده بكتير عايزين نفوت الفرصه على الناس بكره ان شاء الله باذن الله، سواء بالاحتفال سواء بسعادتنا سواء بفرحتنا لفوز المنتخب الجزائري او بتضامننا مع المنتخب الجزائري او باي حاجه من الاشكال اللي انا بتكلم فيها. برضو رساله مره تانية وثالثه، اخواتنا في الجزائر واخواتنا اللي جايين لنا، اخواتنا اللي هيبقوا موجودين في الاستاد، مصر دي بلدكم التانية، لازم تخافوا على المنشآت اللي اتعملت علشان خاطر كل المنتخبات، لازم تخافوا على الاماكن اللي موجوده اللي هتستضيفكم، اللي هتبقى موجوده استاد القاهره، الكراسي، مرافق، كل الحاجات اللي شبه كده المنشآت، لانه ده جزء مهم جدا من صورتنا ومن شكلنا احنا الاثنين قدام العالم كله وقدام الوطن العربي ومن بعد قدام العالم. وعايزين نبقى ناس واعيه ومدركه ونصدر صوره طيبه وايجابيه ان شاء الله باذن الله. خلونا نشوف تقرير عن مواجهه جمال بالماضي واليو سي سي، وبعدين نرجع نكمل كلامنا مع حضرتك. قليلة تفصلنا عن نهائي كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تحتضنها مصر، حيث ستجمع المباراة النهائية الطرفين الذي اتفق الجميع أنهما الأحق بالوصول للنهائي، السنغال والجزائر، منافسة لها طابع مختلف بين المدرب السنغالي اليو سي سي والجزائري جمال بالماضي. وتحمل هذه المنافسة تشابهات عديدة ومفارقات بين كل من بالماضي وسي سي، أولها أن الثنائي ولد في نفس العام عام 76، والأكثر من ذلك أنهما ولد في الشهر ذاته والفارق بينهما يوم واحد فقط، حيث أن سي سي أكبر من بالماضي بيوم واحد فقط، حيث ولد يوم 24 من مارس بينما ولد الجزائري يوم 25 من مارس. ولم تتوقف المفارقات عند هذا الحد، بل عاش كلا المدربين فترة من حياتهما في نفس الحي من ضواحي باريس قبل أن يبدأ كل منهما مسيرته الكروية، والتي شهدت هي الأخرى مفارقة جديدة تجمع بين بطل أفريقيا ووصيفة، حيث لعب الاثنين في باريس سان جيرمان لنفس المدة وهي 4 سنوات، لكن مع اختلاف التوقيت. لعب سي سي مسبقا في انجلترا من بوابة بورتسموث، ثم تبعه بعام واحد بالماضي عن طريق نادي ساوثهامبتون، وأخيرا لعب كل من المدربين لمنتخبي بلادهما وكذلك توليا تدريب منتخبهما الوطني، وبلغ نهائي الأمم الأفريقية أمام بعضهما البعض. مفارقات وتشابهات عديدة بين جمال بالماضي وأليو سي سي، أهمها أن ما من أحد منهم فاز ببطولة كمدرب لمنتخب بلاده، فمن سيصفر باللقب الغالي ويضيف بطولة أولى في سجله التدريبي. تا
طيب خليني كده اقول لحضراتكم سريعا التشكيل الجديد للمكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي لكره القدم. كان في انتخابات اتعملت على الاماكن الشاغره في المكتب التنفيذي، تم اعلانها بعد فتره الاعضاء القدامى. التشكيل الجديد جه كالتالي: منصب نائب اول لرئيس الاتحاد كونستانت عمري، ونائب تاني فوزي لقجع، ثالث داني جوردن، تم استبعاد بنك النائب الاول السابق لاحمد احمد. التصويت بدأ بتسجيل كل عضو اتحاد من الاتحادات الوطنية اسمه، بعدين يدخل خلف الستار ويختار أحد المرشحين في الانتخابات. والمناطق كانت كالتالي: المنطقة الغربية الأولى سنغالي أوجستين سنجور، ده بالتزكية. المنطقة الغربية الثانية البوركينافي سيتا سنجاري، تزكية برضو. والمنطقة الوسطى الجابوني بيير ألان بالتزكية. والليبي عبد الحكيم الشلماني فاز بمنطقة الشرق المتوسط، والأوغندي موزس ماجوجو عن المنطقة الجنوبية، ومحمد علي سمير من موريشيوس. ده التشكيل بالكامل. طيب تعليمات مهمة جدا الحقيقة بتصدرها اللجنة المنظمة، تعليمات خاصة بحضور اليوم الختامي لبطولة الأمم الإفريقية بكرة. الدكتور مصطفى عزام مساعد رئيس اللجنة المنظمة ومنسق عام مباريات استاد القاهرة قال انه موعد دخول الجماهير هيبقى بدءا من الساعة 1 ظهرا، وتغلق الابواب في تمام الساعة 6 مساء، استعدادا طبعا لحفل الختام اللي هيبتدي الساعة 7:30، ثم المباراة النهائية هتبقى الساعة 9. يسمح للسيارات اللي هي بتحمل التصريح للمباراة النهائية فقط بالدخول بعد انتهاء صلاحية جميع التصريح السابقة، عدم السماح لغير الإعلاميين بالتواجد في المناطق المخصصة لهم، وعدم السماح للإعلاميين بارتداء قمصان المنتخبات المشاركة في البطولة، عدم السماح للجماهير بالجلوس في الممرات وبين المقاعد. وإحنا قلنا يمكن كل الحاجات اللي شبه كده، بس في أمور بقى مهمة قوي في تحديد المداخل عشان اللي هيروح بكرة المباراة. مدخل مسجد آل رشدان لحامل تذاكر المقصورة الرئيسية والأمامية والدرجة الأولى يمين وشمال، شارع يوسف عباس لحاملي تذاكر الدرجة الثانية، مدخل شارع الاستاد البحري بجوار دار المدرعات لحاملي تذاكر الدرجة الثالثة شمال، وكمان الجماهير السنغال ومتطوعي البطولة بزيهم الرسمي، مدخل طريق الناصر من بوابة مدرسة الموهوبين ده لحاملي تذاكر الدرجة الثالثة يمين اللي تم تخصيصها بالكامل للجماهير الجزائرية. بكرة ووفقا للاجتماع الفني ان شاء الله الجزائر هترتدي الزي الابيض والسنغال هتبقى بالزي الاخضر. خلونا بقى نروح لتقرير عن ارتباط نجاح المنتخبات باللاعبين المحليين اكتر من المحترفين، منه الى فاصل، وبعد الفاصل نستقبل نجومنا كباتننا في ليلة نهائي بطولة الامم الافريقية، كابتن زكريا ناصف والكابتن عادل مصطفى. خليكم معانا بعد التقرير والفاصل. عاشت الكرة المصرية عمرا مديدا قدمت خلالها أجيال عديدة تركت بصمة قوية في أذهان الجماهير بتحقيقها العديد من الإنجازات، وكانت المفارقة أن معظمها كان بعيدا عن الاحتراف الأوروبي حيث نشأ وتألق في الملاعب المصرية. ففي عام 86 تولى قيادة المنتخب الوطني الإنجليزي مايكل سميث الذي كان يضم مجموعة لاعبين متميزين من أغلب أندية مصر، ولم يكن يضم المنتخب أي لاعب محترف في ذلك الوقت، وكانت بطولة كأس الأمم الأفريقية تقام على أرض مصر، واستطاع الفراعنة تحقيق اللقب. أما في عام 90 نجح المنتخب المصري بقيادة المدرب محمود الجوهري في الصعود إلى كأس العالم، وكان يشارك معه أفضل اللاعبين المحليين، وكان هناك لاعبان فقط محترفان وهما مجدي عبد الغني ومجدي طلبة. وعلى الرغم من الخروج في دور المجموعات إلا أنها حققت أداء جيدا خاصة أمام هولندا. وفي عام 98 كان هناك ثلاثة محترفين بين صفوف المنتخب المصري، وهم هاني رمزي وحازم إمام وياسر رضوان، ومعهم مجموعة من لاعبي أندية مصر، واستطاع المنتخب المصري تحقيق اللقب أمام جنوب أفريقيا. ليأتي بعد ذلك الجيل الذهبي بقيادة كابتن حسن شحاتة، والذي استطاع تحقيق ما لم يستطع تحقيقه أي جيل بحصولهم على ثلاث بطولات متتالية في كأس الأمم الأفريقية. ولم يكن للفريق
يقصو عدد محدود من المحترفين، ففي عام 2006 كان هناك 4 محترفين، وفي عام 2008 كان هناك 6 محترفين، أما في عام 2010 كان هناك 3 محترفين فقط، بينما لم يستطع الجيل الحالي تحقيق الألقاب أو تقديم الأداء الذي يرغب فيه الجماهير، على الرغم من تواجد 15 لاعب محترف في بطولة كأس العالم و8 محترفين في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019. ففي وقت تخيلت فيه جماهير الكرة المصرية حصد المزيد من البطولات لوجود مجموعة من اللاعبين المحترفين مع المنتخب، غابت عنه البطولات، فهل سيستطيع الجيل الحالي تحقيق الإنجازات من جديد أو إعادة البسمة لجماهير الكرة المصرية؟ أجدد الترحيب بحضراتكم في الجزء الثاني من نمبر 1، وتباعا أيامنا بتخلص مع بطولة الأمم الإفريقية. حقيقة على مدار البطولة يعني كنا بنبقى دايما سعداء بمحللينا ونجومنا اللي بيشرفونا وينورونا ودايما بيسهموا بمقترحاتهم فيما هو قادم بالنسبة للكرة المصرية أو حتى كمان في تحليلهم الفني. خلوني طبعا أرحب بنجوم اللي مشرفيني ومنوريني النهاردة، كابتن زكريا النصر. فكابتن زكريا مساء الفل. مساء الفل يا هيما، ازيك؟ أخبارك إيه؟ أنا كويس، مبسوط جدا النهاردة، سعادة أكتر من امبارح ومن أول امبارح ومن الأيام اللي قبل كده. أول مرة أبقى مع كابتن عادل في الاستوديو. فعلا ده شرف ليا يا كابتن. بيلان عادل يعني مشروع مدرب وسواء جوه الملعب او بره الملعب، فالحقيقه انا مبسوط جدا ان احنا النهارده مع بعض. يعني ده شرف ليا والله، شرف ليا، وانا فعلا مبسوط جدا، اول مره مع كابتن زكريا ومن الناس انا بتعلم منها بصراحه، وطبعا بشكره على التقديمه الجميله دي، وفعلا شرف ليا انا موجود معاك بعد اذنك يا ابراهيم. يعني ده طبعا طبعا بعد اذن كابتن زكريا، ده برنامجك كابتن زكريا، ويعني مش هضيف على كلام كابتن زكريا، الحقيقه انت حاجه جميله جدا في كل حاجه، عاد ربنا يكرمك. طبعا ربنا يخليك، ان شاء الله هيبقى مدرب كبير وعنده فكر ومجتهد، واكيد في تجربه جديده مع ميدو اكيد هيستفيد كمان، وان شاء الله نشوفه مدرب كبير يعني. ربنا يخليك ان شاء الله باذن الله. طيب امبارح ردود افعال كانت طيبه جدا على الحلقه وما فيها من مقترحات، حقيقه انا حابب ان احنا نستكمل نفس الامر ولكن بمواضيع اخرى يعني بارلل للماضي. بارلل لا، هو بص احنا باصين للكره المصريه من خلال حتتين، حته الواقع فيه ايه فلازم تتعامل مع الواقع، واللي المفروض يتم في ظروف طبيعيه ايه. فنفصل عشان الناس ممكن تكون اتلخبطت بين ان احنا بنقول اراء او مقترحات وبين الواقع اللي احنا عايشينه، اللي هو ممكن نصطدم بمشاكل على المستوى القريب مش البعيد، وهي دي المشكله، سواء بقى بتنظم دوري بـ 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 بتتفق مع مدير فني جديد، عندك بطولات قريبه، ماتشات مستعجله محتاج ان انت تتحرك بسرعه، عندك انتخابات جديده بعد 3 شهور وممكن يبقى انتخابات بعد سنه كمان بعديها، فكل دي مواقف لازم الذكاء يبقى هو والحنكه والخبره تتدخل ازاي تتعامل اداريا وفنيا في الموضوع ده. صحيح. طيب احنا هيبقى عندنا جزء برضو فني عشان مباراه الغد باذن الله تجمع بين الجزائر وما بين السنغال، وجزء ايضا هنتكلم فيه مع امور كتير جدا جدا. شفت ازاي من وجهه نظرك النهارده تصريحات احمد اللي اتكلم فيها عن يعني امور ليها علاقه بتحصين مقر الكاف والحاجات اللي شبه كده؟ بص انا مش عايز يعني مش عايز تدوس قوي في الحته دي، ارميها عند الملعب. لا لا، ارميها في ملعب الكابتن زكريا. لا بص، في حاجات حلوه اتقالت، وفي وانا شايف ان الاتجاه لتغيير مقر الكاف والتحصين والحاجات دي انا شايف ان هي مش حاجه كويسه، في شغل بلدي كده بيحصل، مش حاجه كويسه خالص. وعلى فكره الموضوع مش دلوقتي، الموضوع كان عمل له بالون اختبار من حوالي 8 9 شهور كده ورجعت فتح تاني، وانا مستغرب ان احنا شويه الامور عندنا هاديه. يعني كنت مستني ردود افعال قبل يعني من قبل كده، من اول ما الموضوع اتعمل له اختبار كنت مستني يكون عندنا ردود افعال اقوى من كده. صحيح. بس ما يعني الامور وقفت، الامور كانت هاديه والامور سيبنا الامور تمشي بشكل
سهل يعني. لأول مرة كابتن زكريا رئيس اتحاد قاري في أي حتة في الدنيا يعني بنشوفه بيطلع بتصريحات بالشكل ده، كما لو أنه علاقات الدول وعلاقات المقر بالدول لا تدار بهذا الشكل، كما لو أنه الأمور الأمثل ليها أنها تدار بلاي الذراع، ومخطئ من يتخيل يعني أنه الأمور دي بتتم كده وبتتم كمان مع دولة كبيرة زي مصر، وأنه التصريحات دي أصلا غريبة شوية يعني ما عرفش هتوافقني الرأي ولا لا. في غرف مغلقة تقال فيها، في أمور خاصة أنه الراجل ما شاء الله الله أكبر عليه يعني قاعد نايم واكل شارب موجود عايش معانا في مصر بقاله فترة طويلة جدا، ما اتكلمش في الكلام ده ليه في الغرف المغلقة؟ لم يطرحه حتى ولو طرحه وجاله ردود بانه لسه في امور بيتم التعامل معها، ليه يتم طرح الامر بهذا الشكل عيانا بيانا على الجميع، كما لو ان الموضوع تشعر من وراها كابتن زكريا انه في حاجه كده مش مظبوطه يعني. طيب بص احمد، هو بيشكر السيد الرئيس وبريده والتنظيم وكل حاجه، ده كلام بروتوكولي. احمد عنده ازمه كبيره جدا، وده مخليه مش متوازن، مش مخليه مستقر، لان عنده مشاكل. يكفي موقفه في فرنسا واللي حصل هناك، يكفي ان الفيفا قرر ان يبقى في وصي على الكاف في الفتره دي، فانت عايز ايه؟ عايز منه ايه؟ لازم يتهز، فبيتهز في كل قراراته. حتى لما خد قرار في ايتو ودروجبا ان هم يبقوا مساعدين، ما رجعش للمكتب التنفيذي، ما رجع لهمش، هم وافقوا بس هو ما رجع لهمش. يبقى اذا انت وصلت لمرحله انك بتاخد قرارات فرديه، انت مش عارف انت مش قادر تتحرك كرئيس قاره بحالها. فواضح ان في هزه عنيفه جدا عند الراجل، محتاج ان هو يبقى جنبه حد. واللي بياكد ده ان تصريحات انفانتينو في كلمته بتبين بين السطور، بتبين ان الكاف عنده مشكله، ان احمد عنده مشكله. فإنفانتينو أكد النهاردة في كلامه أن لا، الكاف فيه مشكلة. فكون أنه يطلع يتكلم على المقر في التوقيت ده، يعني أنت في توقيت بطولة فاينل بكرة، وبكرة مسؤولين كبار هيكونوا موجودين، وبالتالي أنت لا، أنت مش واخد بالك من الأحداث اللي حواليك، ودي هزة كبيرة بتأكد أنه هو نفسيا وذهنيا مش مركز خالص، لا في كلامه ولا تصريحاته ولا حتى في تصرفاته. هل زي ما عادل كده بيقول انه في تهيئه ما بتحصل لاجواء انه المقر ده يتنقل من مصر؟ بص، هو مش قرار احمد مش قراره طبعا، في جمعيه عموميه هي اللي بتقرر. هل هو مسيطر على الجمعيه العموميه؟ احمد احنا اتفاجئنا بوجوده كرئيس الكاف، مش كده؟ صح مظبوط. انا مش فاكر سمعت عنه قبل كده في سي في، كل الناس فاجئت، مش كده؟ ولا حد شافه ولا حد سمع عنه. فهل هو قادر على السيطره على الجمعيه العموميه؟ لا، ده قرار جمعيه عموميه نقل المقر، مش قرار مكتب تنفيذي. هو برضو السؤال اللي بيطرح نفسه، هل ده توقيته؟ طبعا نهائي البطوله بكره كابتن عادل، بس طبعا هو مش توقيته خالص. وبعدين في تناقض كبير جدا، بتشكر رئيس جمهوريه وبتشكر وبتشيب بتنظيم وي وي وي، وتروح حاطط حاجه في حاطط سم في العسل. زي يعني ما قال لك الكابتن زكريا، حتى انا لم التفت اليه لانه ايه، كلام بروتوكولي هو الاصح، ان انت تشكر وما تتكلمش في حاجه تاني، مش انك دلوقتي. تشكر لانه انت الدوله دي هي اللي نجدتك اصلا، هي اللي انقذتك دلوقتي بالتنظيم ده، وتنظيم مشرف يعني، وعملت لك تنظيم ما حصلش ولا هيحصل مع كامل احترامي لكل الدول الافريقيه، التنظيم ده مش هيحصل تاني في اي دوله. في هزه جديده حصلت النهارده. يعني اقصد ايه؟ معلش اصل احنا بالبلدي، احنا في مصر يعني مش هبل، ما تضحكش علينا يعني، ما تجيش تقول لي ايه شكرا ومتشكرين جدا بس جدا وانت جاي مديني. لا انا عايزك حاجه ممكن تكون بعيده شويه، ممكن تكون بعيده شويه، بس انا يعني بالنسبه لي انا شايف الامور كلها يعني في حاجه واحده، دايره واحده. احنا اللي وصلنا الموضوع لكده، في حاجات كتير جدا كنا المفروض نقف فيها ما وقفناش. انا مش هتكلم بلسان الاهلي شويه، بس الاهلي اتقرص عليه كتير جدا في بطوله افريقيا اللي فاتت دي، والمصري اتقرص عليهم في البطوله اللي فاتت، والاهلي بالذات يعني الاهلي بالذات اتقرص عليه جامد قوي في البطوله اللي فاتت دي، ومحدش اتكلم. صحيح. واللي كان المفروض يتكلم الاتحاد مش الاهلي، الاهلي مش طرف، زي ما الاتحادات، الاتحاد المغربي والاتحاد التونسي كانوا طرف في البطوله اللي فاتت. صحيح. البطوله اللي لسه ما اتلعبتش، المباراه اتعاد فيها. ايوه، ودي حاجة مهمة جدا، خلي بالك. ودي حاجة من الحاجات اللي انا شايف، انا ما بحبش اتكلم على حاجة خلصت،
بس ده واقع، ده فعلا دي حاجه من الحاجات اللي اضعفتنا، ان احنا ما كانش لينا راي او ما كانش لينا دور. انت راجل ازارو بيتوقف لك في اخر مباراه ومحدش بيتكلم وانت مش طرف، انت خد بالك الانديه مش طرف الاتحادات هي الطرف. في كرامي قبليه لو تفتكر ما كانش في سبب لما خد ايقاف برده في مباراه دور الثمانية اعتقد. يعني انا برده عايز اروح اعمم الموضوع لاكبر من كده، احنا ما شفناش من الاتحاد نفسه الاتحاد الافريقي يعني اي حاجه تدل على انه ماشي وفقا للسيستم في هذا يعني في هذا النهائي. نهائي بطوله افريقيا فضيحة بكل ما تحمله الكلمة من معنى تنظيميا وفي الآخر يقول لك إيه انت فار وما اشتغلش وبعدين ينزل يسلم الناس الميداليات ويكسب فرقة وبعدين يرجع تاني يقول لك لا الماتش ده هيتعاد وبعدين انت عندك مشاكل تحكيمية جمة، انت أسوأ من أسوأ سنين التحكيم هي السنة اللي احنا عشناها يعني. النهاردة في هزة جديدة للكاف من خلال أحمد لأنه أكيد هو طرف بعد ما اعلنوا ان بملاك هو اللي هيحكم صحيح. بكره اتغير الحكم لا ده هو كان هقول لك كان حاطط مين، مش تسيمه، لا لا مش تسيمه، لا لا مش 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 الاثيوبي، كان حكم تاني كان فيكتور جوميز. فيكتور جوميز هو اللي كان وتشال وحط طيب اليوم ده سؤال انت اعلنت عن الحكم اللي هيدير نهائي افريقيا وغيرت بتغيره بعديها بيوم يبقى في ايه؟ لا في حاجات، في حاجات كتيره غلط يعني اقصد يعني انت عارف ان انا مش عايز احصرها بس في الاهلي وفي الزمالك. لا 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 انا بقول لك اجمالا في افريقيا احنا غرقانين يعني، افريقيا كلها غرقانه مع الراجل ده يعني. لا انا بتكلم على احنا في حاجات بالنسبه لمصر، انا بكلمك بالنسبه لمصر، انت بتحاول تداس عليك بشكل انت ممكن تبقى طرف فيه من بدري، انت ممكن تبقى قوي من بدري ما توصلش اللي انت وصلت له دلوقتي. انا يعني في حاجات خلي بالك في لوم يعادل على اتحاد الكره المصري، ما هو ده بتكلم عليه. انا انت بتقصد اتحاد الكره المصري؟ انا بتكلم ان اتحاد الكره هو خصوصا ان تقريبا كل اعضاء الاتحاد اللي استقالوا كانوا اعضاء في لجان مختلفه جوه الكاف، فهو ده اللي بتكلم فيه. انا بتكلم ان احنا كان لينا المفروض يبقى لينا دور اقوى من كده، مفيش صوت انك مالكش صوت. انك كل ده دي حاجات قديمه كلها، كل مره بتحصل حاجه فبتسكت، صحيح كل مره بتحصل حاجه فبتسكت، فانت بتوصل لده دلوقتي. لكن لو انت بتاخد قرار من بدايه يعني عايز تقول لي مثلا لو البطوله دي في المغرب او في تونس دلوقتي كنت صحيت موجوده بعد المشكله اللي حصلت في ماتش في مباراه الفاينل؟ لا طبعا ما كانتش موجوده، بس احنا عشان في حاجات سكتنا عليها، في حاجات احنا سكتنا عليها كتير، فالامور خلاص بقى انت سكت مره في الثانيه، فانت عادي لما تيجي تصلح تصريح عادي ما حدش هيقول لك حاجه. طيب عايز اعقب على حاجه تانية عايز اقول ان ان في تشكيل جديد للمكتب التنفيذي الاتحاد الافريقي، وانت معاك اكيد يا ابراهيم تقدر تقوله. التغيير ده قد يكون للي جاي، قد يكون له تاثير. ليه؟ لان خلي بالك وجود انفانتينو في الاجتماع ده له معنى كبير جدا. ان الفيفا يهمه الاتحاد الافريقي طبعا، مش عشان انفانتينو يقعد، ما هو قعد خلاص، عشان في حاجه مش مظبوطه طبعا. وخلي بالك ان الاتحاد الافريقي كبطولات ومنتخبات لعيبه كتيره قوي بتلعب في اوروبا وفي علاقه مباشره مع البطولات الاوروبيه بالنسبه للعيب، وده جزء مرتبط بالمنتخبات ومرتبط انت تلاحظ ان بدا حتى توقيتات الاجنده الافريقيه بدات تتوافق مع الاجنده الاوروبيه. ده حقيقي تتغير، ده حقيقي تتغير ماتشات يناير لان كان غلط كل اللي فات ده كان غلط، توقيتات البطولات الانديه كانت بتلعب في توقيتات غلط عشان غرب افريقيا ايام عيسى حياته وانت غلط، انت المفروض بتمشي في نفس التوقيتات بتاعه الاجنده الدوليه كلها بالزبط. ففي حاجات كتير انا اتوقع انها ممكن تتغير في وجود اعضاء جداد، لان مؤكد انفانتينو بنفوذه وعلاقاته مؤكد تدخل في اصلاح الكاف. هل انت شايف انه الراجل وقراراته بان هو يخلي نهائي الكونفدراليه ودوري الابطال من مباراه واحده ده كلام سليم ولا لا؟ ده كلام سليم جدا. طيب قول لي وجهه نظرك. ده كلام سليم جدا، انك بتدي افضليه الفرقه عن الثانيه. القرعه بتوقعك في اتجاه من البدايه فبتعمل لك بتديك افضليه في نهايه البطوله. انا شايف ان النظام ده احسن، انك تلعب مباراه واحده افضل. ماشي. مباراه واحده في بلد محايده انا بالنسبه لي افضل كتير جدا من انك تلعب مباراتين وظروف مختلفه، يعني ممكن تلعب مباراتين في وفي تاثير كمان في التحكيم. انا شايف ان التحكيم لما بتيجي تلعب مباراتين المباراه الثانيه بيبقى لها تاثير، يعني بيبقى واخد التوابع المباراه الاولانيه. طيب. ودي حاجه مش صح، وفي افريقيا خليك معانا في الحته دي معاك ماشي كمل في حاجه؟ لا 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 بس فدي نقطه مهمه جدا، انك في تاثير على الحكام، الحكم اللي بيجي لك المباراه الثانيه
اكيد طبعا بيبقى عارف اجواء المباراه الاولانيه وايه اللي حصل فيها، وممكن يبقى عندك فيه ظلم، ممكن الراجل اللي بيبقى جاي ده بيبقى عنده اتجاه تاني، شايف ان الفرقه دي اتظلمت، او شايف ان الفرقه دي او انت اديت مساحه ان يكون في تلاعب. انا شايف ان المباراتين بتدي مساحه ان يكون في حاجه غلط، لكن المباراه الواحده انا شايف مباراه واحده، هي مباراه واحده في ارض محايده، جمهورين كمان، انت حتى كمان اجواء الرهبه بتاعت الجمهور، يعني انت الاهلي حصل له مشكله في تونس، الزمالك حصل له قبل كده مشكله مش عارف في الجزائر او في المغرب، والعكس، يعني انك تروح البلد بلد صاحب تلعب المباراه في ملعب الخصم، شويه ممكن في رهبه في مشكله، لكن انت لما بتعمل ارض محايده دي انا شايف ان هي برضو هتقلل كتير جدا مشاكل الجماهيريه كمان. طب دي وجهه نظر كابتن عادل، مثلا انا عندي وجهه نظر ثانيه هطرحها عليك وبرضو نتناقش طبعاً فيها. ما هو برضو في نفس الوقت يا كابتن زكريا، انت لما تعمل لي البطوله ديت على ماتش واحد انت بتفقدني انا الجماهيريه، لو انا مثلا النهائي بتاعي اهلي ونهائي زمالك، هتروح تلعبني مثلا في كينيا، انت محدد ان هي يبقى في نيروبي، كم واحد هيروح من النادي الاهلي من جمهور الاهلي؟ 5000 واحد بالكتير قوي، يعني كده احنا قلنا كده ده رقم فلكي يعني. طيب هو ده ال 5000 ولا كان هيبقى الاستاد عندك مليان على اخره فيه 70000 اقل حاجه؟ فانت اصلا المدخلات دي انت ككاف انت خسرتها، انا كنادي انا خسرتها، انت كمان كبث بدل المباراه بقت على اتنين، فانت بتاخد عوائد انت ليك ككاف، وانا كمان كنادي انت كمان قللتها تقريبا للنص، سواء عوائد تذاكر سواء عوائد البث الرعاية. الفضائي الرعايه. الوجهه النظر الثانيه كمان يا كابتن زكريا، انه انا بشعر انه الراجل عمل كده مش لسبب الا انه حاسس انه التحكيم بتاعه زي معان بالله ربنا يعني، فالراجل قال لك خلوها ماتش واحد وفي ارض محايده، فكده كده الجمهور هيبقى قليل، كده كده خف الضغط على الحكام، فماتشاتنا تخلص تمام وما يبقاش فيه اي نوع من انواع الضغوط، وما يتعملش زي ما كانت عمل قبل كده عليه ضغوط في اي ماتش من الماتشات اللي هو كان موجود فيها وحضرها. فانا بحس ان هو هروب الى حد كبير جدا من المسؤوليه. كمان الطبيعه بتاعتنا الجغرافيه مش زي طبيعه اوروبا، ان انا اعمل ماتش الفاينل ماتش واحد بس، اوروبا كلها قريبه من بعض ساعه زمن او اقل كمان، لكن احنا مسافات كبيره جدا جدا، والارض المحايده دي هتاكل مننا كجماهير. يعني انت بتتكلم نهائي دوري ابطال اوروبا هيسافر له كل الناس من كل حته في العالم تحضر، انما احنا على قدنا بنعزم الناس على الضيق. يعني وجهه نظرك ايه؟ طيب هو بص، هو من الناحيه الاقتصاديه انت بتخسر ارقام، لان بيبقى ماتش واحد بدل ماتشين، اذاعه بيبقى حقوق بس ارقام ورعايه وتذاكر حاجات كتير، بس ده ممكن يتعوض على فكره لو ماتش واحد تقدر اقتصاديا تعوضه. يعني الويفا بيعملوا ماتش واحد مش كده؟ كلهم بيعملوا ماتش واحد، الويفا بتعمل، الويفا بتعمل في دوري ابطال اوروبا وبتعمل في الدوري الاوروبي ماتش واحد، ماتشين. في امريكا الجنوبيه ماتشين، واحنا عارفين ان حصل مشكله في الماتش الثاني كده، فهي القصه كلها القصه كلها يا ابراهيم مش مرتبطه بالمسافات، لان انا ما بقاش عارف مين هيوصل فاينل، ما تعرفش يعني، ما حدش عارف، انت بتحدد الفاينل وتحدد المكان، بتحدد المكان قبل البطوله وتنطلق اصلا وبتتفق على كده وخلاص، والناس بتلعب. وجهه نظرك ايه؟ لا لا كده افضل ماتش واحد. اقول لك على حاجه، اقول لك على حته مهمه، لو لعبت الماتش الاولاني واتطرد منك لعيب هتعمل ايه؟ ما هو ده اللي بيحصل، انا بقول لك ما هو ده اللي بيحصل، هيلعب الماتش الثاني فقدت انت كده اديت، يبقى اديت بريفليج بالظبط في الماتش للفريق الثاني، للفريق الثاني. طب ما انا ممكن ابقى في الماتش برضه طرد مني لعيبه، مش انا عامل ايه؟ لا بس هو ماتش واحد، بتكلم على ماتش واحد، تجهيزات واحده. التجهيزات واحده في ماتش واحد. يعني قصدي لو انت لعبت ماتشين انت معرض في الهوم والاوي انك يبقى في خساره، وخساره غير عادله، لان انا لو خلاص الفريقين هيلعبوا بعد ماتش واحد فير في منطقه محايده، فير الجمهور عايز يروح بقى. بس هو الفكرة كلها، هل وده سؤال برضو انت اتكلمت على الجماهير، هل احنا زي اوروبا يعني في افريقيا لما فريقين من دولتين بيلعبوا بعض والقارة بتروح تتفرج، هل ده بيحصل هنا؟ اهو مش هيحصل، مش هيحصل. طيب ما بقول لك هيبقى، لا وارد انه يحصل، يعني اديني بس امر، يعني 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 هيروح ده الكلام ده ممكن يحصل مثلا، يعني الوداد المغربي قصاد مثلا الترجي التونسي، الترجي التونسي، الاهلي المصري، يعني قول شمال افريقيا، ما هو ماتشات بتبقى كام؟ 5000؟ هو 5000 مش اكتر من كده بكتير. بس هقول لك بقى على حاجه يا ابراهيم، هقول لك على حاجه، انت لو فاينل فيه 20000 كويس قوي، ده لو انت وصلت للفاينل يبقى فيه 20000. ايوه يعني لو 20000 في استاد في فاينل،
طب انت مش حاسس ان مقبول يعني برضو وجهه النظر الثانيه، انت مش حاسس ان هي هروب من فكره التواجد الجماهيري وضعف الحكام؟ احنا عندنا اضعف حكام دلوقتي الحقيقه، افريقيا عندها مشكله كبيره جدا تحكيميه، مش حاسس ان هي هروب شويه؟ لا هو يعني حتى هو كمان هو حتى بص بص ما عنديش بص, بص, بص لازم عندي داتا عشان ارد عليك في حته مهمه. هقول لك اقول لك بص الراجل مثلا النهارده هو بيدافع عن وجهه نظره دي، قال لك ايه والعهده نقلا على موقع يلا كوره يعني. قال ايه؟ قال لك نعتقد انه من ضمن النقاط المطروحه في كراسه الشروط كيفيه تواجد الجماهير في الملعب والبلد التي تستضيف مباراه النهائي، القرار تم اتخاذه وبالتالي يجب ان ننتظر التجربه الاولى لتقييم الوضع. وقال لك انه تم تحليل ما حدث خلال اخر النسختين وتبين المشكلات جت بسبب اقامه النهائي على مباراتين، وقال كمان انه ما حدث مباراه الترجي والوداد كان خطا من الجانبين وكان على الجميع التحلي بالمرونه. هل دي هي دي الاسباب اللي تخلينا يعني هي دي الاسباب؟ هو 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 واضح واضح لو قال خلينا نجرب. واضح انه القرار ما اتدرسش كويس يعني القرار انفعالي شوي بسبب الاحداث بتاعه الفاينل اللي فات. فهو بيقول لك خلينا نجرب قد يرجع لها تاني. انما اللي واضح ان المعايير اللي احنا بنتكلم عليها سواء المعايير الاقتصاديه او المعايير حتى الفنيه مش مدروسه بالنسبه للقرار. واضح كده مش مدروسه. انا هرد على بقى الحاجات اللي انت قلتها. يلا اتفضل. اول حاجه ال 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 المسافه الانتقالات ما بين الملاعب وكده في صعوبه اكتر في المباراتين. المباراه الواحده انت هتعمل رحله واحده، هتعمل رحله واحده لفريق يعني الفريقين هيعملوا رحله واحده ومش هتحضر قبلها. ايوه يعني بس انت مرضي بجماهيرك في ماتش بتاعك سواء الهوم او الاوي. مش حكايه ما انت خد بالك المشكله هتقابلها انت هتقابل انت كده كده المباراه الثانيه هتلعب من غير جمهور. ليه؟ ما انت هتروح في بلد تانية هتلعب بالجمهور لو مثلا 60,000 هم مثلا الجمهور الفريق صاحب الملعب 55,000 وانت تاخد 5,000 فهم ال 5,000 اللي كانوا هيسافروا لك هم اللي هيلعبوا معاك. ايوه بس والمباراه الثانيه هي بس الاستاد هيبقى مليان في الماتشين. انا ماليش دعوه بالجمهور مين انت هتلعب مباراه. انت مفترض ان انا بتكلم على اهلي وزمالك؟ انا ما بتكلمش على اهلي وزمالك، بتكلم بشكل جماعي يعني. الماتشات لو اتنظمت كويس هتلاقي جمهور. لو الملاعب انا برضو خليني ذكي الناس تبقى اذكى شويه، ما اروحش اعمل نهائي افريقيا في استاد 120,000 متفرج. ما انا ممكن اعمل له زي ما كان زكريا قال 20,000 او 30,000 وهتلاقي ناس موجوده. وده عدد كويس جدا، عدد كافي يعني. ماتشات اوروبا فيها 60,000 و50,000 والناس في اختلاف طبعا. دي نقطه. النقطه يعني الثانيه انت راضي بالنسبه لك انه يبقى النهائي فيه 20,000 صح كده؟ ده كويس قوي. طيب يبقى انتوا حقيقتكم بتقولوا لي كده، ولما يبقى انا بقى بتكلم في نهائي موجود في مصر فيه 70,000 ونهائي موجود في تونس يبقى فيه 70,000، حضرتك بتقول لي انا لما اجمع الاثنين دولت فيه 140,000 بني ادم هيتفرج على الماتشين بعوائد ببث بتواجد جماهيري، حضرتك بتقول لي هستعيد عن العدد ده كله ب 20,000؟ لا لا يتعوض بايه؟ يتعوض بقى حاجات كتير جدا. مباراه واحده خد بالك انا شايف بقى وجهه نظري ان انت بتقول ان تقسيم الماتشين العائد من الماتشين اعلى من ماتش واحد طبعا، وممكن لما يتعرف ان هو ماتش واحد العائدين دول ممكن تبيع اكتر. هو مباراه واحده ممكن تبيع اكتر في افريقيا، فهو مشكله يعني. بس خد بالك لما تكون افريقيا مباراه فاينل افريقيا هتلاقي ناس كتير بتتفرج عليها، وخد بالك ويورو سبورت وكل الناس دول برضه بيتابعوا شطاره الكاف هو بيبيع بالظبط، فانت تعرف تسوق كويس. دي نقطه. النقطه الثانيه في الدوريات حتى بالنسبه لنا كدوري مصري، انا النهارده ببقى عندي فاينل هلعبه في مباراه واحده، بتتكلم مثلا هاخد قبليه باسبوع، هتديني اسبوع قبل المباراه دي انا عندي اجازه مش هلعب ماتشات، هتاجل لي ماتشاتي. ما تلعب ماتشين عايز تاجل اسبوع قبل الماتش الاولاني و10 ايام قبل الماتش الثاني، دخلت لك في ايه؟ في نص شهر مثلا او ثلاث اسابيع ممكن تلعب فيهم ثلاث اربع ماتشات مظبوط. فانت بتوفر. انا شايف برضو ان ده استفاده للانديه على الاقل. احنا كمان بتكلم على الكيس بتاعتنا احنا، ان احنا عندنا مشكله لما الاهلي بيطلع الفاينل لازم يتاجل له ماتشات، والزمالك لو طلع فاينل لازم يتاجل له ماتشات. انت بتقعد تاجل لهم في الهوم والاوي والماتشات اللي هي الماتشات اللي بتبقى في دور المجموعات، ما انت هتقلل. هتيجي انت تكلمني في ماتش هياخد بس اسبوع، يبقى انا كده عملت كده هتقلل خففت الضغط. خد بالك ما انت لو جيت حسبت، انا وجهه نظري بقى، لو انت جيت حسبت ان اسبوع واسبوع واسبوع يا ابراهيم عايز اقول حاجه، في منتخبات او في دوريات في المنطقه العربيه بتلعب بطولات دوليه وانديتها بتلعب الدوري عادي يعني، مش الموضوع مش من غير اللعيبه الدوليه. فانت بتتكلم في اسبوع، اسبوع ده حاجه كويسه، اسبوع ده رقم يعني كبير. وقت كبير انك تحضر المباراه، مش حاجه كويسه، مش حاجه وحشه، اسبوع ده حاجه كافيه. وانت قبل الاسبوع ده انت بتشوف لو عندك مباراه دوري او عندك مباراه كاس بتبدا تهيئ اللعيبه او تدخل لعيبه ثانيه انت مش محتاجها في المباراه الفاينل او عايز تعمل روتيشن، هيبقى عندك وقت. فدي نقطتين مهمين جدا. حته برضو الانتقالات انك تروح لدوله تانية، خد بالك انا ممكن اروح مثلا الاهلي وصن داونز، انتقالات ما بين مصر روح بقى يا ريس جنوب افريقيا. لا ما انا بقول لك هو لو الاهلي وجنوب افريقيا، لو اهلي وصن داونز مثلا او الزمالك وصن داونز او ايا كان،
الوقت كبير، وقت السفر ما بينك بتتكلم في 15 16 ساعه ماشي. صح. لو انا دلوقتي النهارده مباراه بين مثلا فرقه من مصر وفرقه من المغرب، انت ممكن ساعتها تحدد او ممكن المكان اللي موجود يكون مناسب ليك. هو بص هو ثانية. هو هو في مصر والمغرب ومحدد سلفا من قبل البطوله هتروح تلعب في جنوب افريقيا، ايه الفرق بقى؟ هو هيبقى مش يعني حاجه واحده. هو في ديفو، في ديفو ممكن تقابله في الحضور الجماهيري لو انت في بلد عملت الفاينل في بلد لفريقين جايين مش زي اوروبا يعني، يعني بالظبط يعني كده. يعني انت سهل جدا انت اسباني وتتفرج على فرقه من ايطاليا وانجلترا وتروح تتفرج ماشي اوكي. انا هنا لا، هنا هنا ما عندناش النجوميه دي في افريقيا، يعني ما عندناش وصلت ان الافارقه متابعين وهيروحوا الدوريات بطريقه يعني زي بره يعني. الاهلي والزمالك بيلعبوا في المقارنه، المقارنه ماشي. كام واحد في افريقيا؟ كام واحد؟ لا لسه هيتملي. انا بقول لك اهلي وزمالك لو راحوا على بقى افريقيا في جوهانسبرج مثلا اللي هيسالي يتملي. انا بقول لك فاكر الماتش السوبر، السوبر الافريقي في جوهانسبرج؟ انت بتتكلم ابراهيم من حاجه و20 سنه وما كانش في تسويق ولا كان في اي حاجه. لا سنة حاجه و90 سنه كان الاستاد حاجه و20. ما انت بتقول لي في التسعينات الماتش كان في التسعينات. هو الاستادات كانت بتبقى عامله ازاي؟ انا مش فاكر. انا مش فاكر. مش فاكر ايه ده؟ اشهر حد ده ما كانش في بني ادمين، ده ما كانش في بني ادمين. كان في في بس مش العدد اللي انت اللي انت بس الامور مختلفه. لا على فكره بس عايز اقول لك الجمهور كان زمان بيحضر اكتر، بس عشان انت بيحضر الماتشات يعني؟ طبعا. طيب ماشي. دلوقتي دلوقتي التسويق ما تقول يا كابتن زكريا وانت مش كنت موجود في الاجيال دي ولا ايه؟ كانت لا بس خلي بالك مع برضه مكلفه الوقت كان مختلف طبعا، وكانت مكلفه برضه وقتها الوقت يعني كان مختلف يعني. هو هو بص يا ابراهيم ممكن تعمل تاخد اربع حالات. انا اعتقد ان القرار ده محتاج دراسه اكتر من كده، حتى احنا محتاجين ندرسه ماشي. سواء من الناحيه الاقتصاديه اكتر من كده، من الناحيه الفنيه اكتر من كده، لان ايجابيات وسلبيات. لا نقف شويه ونشوف هل السلبيات اكتر ولا الايجابيات. طيب ادينا عرضنا برضو وجهات نظر مختلفه، وادينا برضو اتناقشنا فيها برضو قدر المستطاع. ما شاء الله احنا وقعنا في مجموعه صعبه جدا. معانا كينيا وتوجو وجزر القمر. ايه هنعمل ايه؟ ولا حاجه يعني. عايز نتكلم على مستويات؟ لا انت معدي خالص يعني. يعني هم كلهم مستويات تعتبر من المتوسط وانت نازل، وانت كمصر لا معدي. ف مش محتاج نتناقش في ان كل الاحترام للفرق دي طبعا كمنتخبات، لكن من الناحيه الفنيه توجو مثلا شويه، كينيا شويه. لا مصر مجموعه سهله جدا جدا يعني. انت ابتسمت ليه؟ ما اعرفش. احنا اسهل مجموعه. انا لو بصيت للمجموعات كلها انت اسهل مجموعه. احنا بص ربنا استرها معانا، بس احنا برضه مش عايزين. ايوه يا اخي ربنا استرها معانا، بس احنا مش عايزين. مش عايزين والله. برافو عليك يا عادل والله. احنا واقفين كده. لا اسهل لو بصيت للمجموعات كلها، ال 12 مجموعه انت اسهل مجموعه جدا. انت الوحيد اللي ما عندكش منافس حتى في المجموعه. كل المجموعات هتلاقي في واحد، في واحد، في واحد كده، وفي مجموعات فيها اثنين بس يعني. بس مفيش ثلاثة. لا يعني مفيش ثلاثة جامدين في مجموعة يعني. يعني في في مجموعة اللي فيها أوغندا معلش، بوركينا أوغندا ولا مش دي جنوب أفريقيا، جنوب أفريقيا وغانا والسودان ممكن تبقى فيها شوية يرخموا على السودان، ممكن ترخم عليهم شوية. جنوب أفريقيا وغانا يعني كلم لبعد اللي بعد كده، الأدوار اللي بعد كده، بس ده بس انت اسهل مجموعه خالص. يعني تعتبر يعني. تعتبر اعداد لمصر كويس. ماتشات وديه الاعداد للمرحله اللي بعدها، وانا شايف ان هي مناسبه وكويس، وده كويس دلوقتي للتوقيت ده، لتوقيتنا دلوقتي، توقيت الاختيارات دلوقتي. ربنا كارم يعني، ربنا قوي قوي. فعندنا وقت نختار صح، عندنا وقت نختار صح. اذا كان اذا كان المجموعه اللي هتختار المدير الفني انت ما كنتش اللي هتختار المدير الفني، مهم جدا ان اختار المجموعه دي صح عشان اختار المدير الفني صح. صحيح. طيب ده الملف المصري احنا خلصناه بالكامل، علشان بعد كده نتحول لملف البطوله بقى، نهائي البطوله الافريقيه الجزائر والسنغال. عندكم اي تعقيبات على الملف ده اخيرا يا كابتن زكريا؟ اي حاجه عايزين تقولوها؟ وتبقى ممكن نبقى نرجع تاني بعد ما نخلص يعني حدثنا. هو تمني ان الفيفا يرد على طلب مصر فيما يخص المرحله الجايه لاتحاد الكوره، لان احنا زي ما اتكلمنا امبارح احنا عندنا ازمه اداريه وفنيه في نفس الوقت، اتمنى انها تتحل بسرعه، لان انت داخل على تنظيم مسابقات مش بس الدوري درجه اولى، ثانيه وثالثه داخل عليهم كمان، محتاجين يعرفوا حددها ازاي، هتنظمها ازاي، في لجان لازم تبدا تاخد فيها قرارات جوه اتحاد الكوره.
في منتخب عنده شغل كتير جدا المرحلة الجاية، فانت داخل على قرارات إدارية مرتبطة بجانب فني كبير جدا. طيب. فيما يخص المرحلة الجاية صحيح. استاذنكم نروح لفصل. طيب. وبعد الفصل متواصلين لسه مع حضراتكم في نمبر 1، هنتكلم على الجزائر والسنغال نهائي بطولة الأمم الأفريقية بعد الفصل، خليكم معنا. التاسعة من مساء الجمعة يحتضن استاد القاهرة الدولي مباراة إسدال الستار على بطولة أمم أفريقيا 2019 بمصر بين منتخبي السنغال والجزائر في مباراة نهائية تجمع طرفين سبق وتقابلا في الدور الأول ضمن منافسات المجموعة الثالثة، وفاز محارب الصحراء بهدف وحيد ليوسف البليلي. والآن يجمع النهائي بين أقوى خط هجوم في البطولة والذي ينتمي لمنتخب الجزائر وأقوى خط دفاع والذي يدافع عن عرين أسود التيرانجا، فالجزائر هي الأكثر تسجيلا برصيد 12 هدف بينما السنغال هي الأقل استقبالا للأهداف بهدف وحيد، والمفارقة أن هذا الهدف كان من منتخب الجزائر. لكن لا ننسى أن دفاع السنغال لن يكون في كامل قوته أمام الجزائر، فالمدير الفني السنغالي أليو سيسي سيفقد مدافعه الصلد كاليدو كوليبالي نجم نابولي الإيطالي، وذلك للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء. أما جمال بالماضي المدير الفني الوطني لمنتخب الجزائر فسيدفع بقوته الضاربة لدك عرين أسود التيرانجا وعلى رأسها رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي هداف الفريق في البطولة برصيد 3 أهداف بالاشتراك مع أدم والناس لاعب نابولي. وبين صفوف السنغال يبحث ساديو ماني هداف الأسود في البطولة ب3 أهداف ونجم ليفربول الإنجليزي وهداف الدوري الإنجليزي علق بيدعمه في المنافسة على جائزتي أفضل لاعب في أفريقيا والعالم، فيما سيحاول جمال بالماضي إيقاف سرعة ماني ورفاقه بعنصري الخبرة والشباب في وسط ملعب الجزائر. الخبرة متمثلة في صاحب 33 عاما عدلان قديورة لاعب نوتنغهام فورست الإنجليزي، والشباب متمثل في صاحب 21 عاما إسماعيل بن ناصر لاعب إمبولي الإيطالي. المنتخبان متعطشان للبطولة، فأسود التيرانجا لم يسبق لهم حصد اللقب من قبل، أما الجزائريون فلم يسبق لهم حصده خارج أرضهم، فحققوا البطولة مرة واحدة عام 90 حين أقيمت بالجزائر، فمن يفرض كلمته اليوم ويخطف اللقب الغائب؟ الجزائر والسنغال مواجهة قوية جدا في نهائي بطولة الأمم الإفريقية. عندنا مقارنة وإحصائيات لنجمي الفريقين، المنتخب السنغالي ساديو ماني وتواجد كبير جدا مع ليفربول وفوز بدوري أبطال أوروبا ونجاح كمان مع المنتخب السنغالي، رياض محرز وأداء مميز جدا أيضا مع المنتخب الجزائري. تعالوا نشوف مع بعض ومع حضراتكم هذه الإحصائية ومنها ننطلق للحديث عن كلا الفريقين. النهاردة احنا بنتكلم على ساديو ماني، 5 مباريات خاضها مع منتخب السنغال في مواجهة 6 لقاءات لعبهم رياض محرز. الأهداف ماني له 3 ورياض له 3، صناعة الأهداف ماني صنع هدف ورياض لم يصنع أي أهداف. إجمالي التسديدات 8 رياض محرز 10 ساديو ماني، تسديدات على المرمى 6 و6، دقة التمرير 75 رياض محرز 77.5 ماني، تمريرات صحيحة 180 لرياض محرز في مواجهة 155 لساديو. إجمالي العرضيات 6 في مواجهة 3، 0 عرضيات صحيحة من رياض محرز لساديو ماني اللي عمل 2 عرضيات صحاح. وقوع في التسلل ولا مرة بالنسبة لرياض محرز، ما شاء الله ساديو ماني 7 مرات وقع في التسلل. حط برضو على الإحصائيات دي كلها أن ساديو ماني أهدر 2 ركلات جزاء خلال المواجهات اللي موجودة في بطولة الأمم الإفريقية حتى الآن. كيف ترى من واقع دي المقارنة أداء الفريقين يا كابتن؟
وصولهم عادل جدا في كرة القدم الجزائر والسنغال، لأن هي كرة القدم عادلة دائما وأحيانا ظالمة أحيانا، لأن دايما في كرة القدم التوفيق بيجي للمجتهد، والاستثناء إنك تلعب وحش وتكسب، ده استثناء، إنما العادي إنك تبقى كويس أداء وتكسب فتوصل للفاينل زي الجزائر والسنغال. فوصولهم منطقي جدا، واعتقد ان كتير من الجماهير كانت تتفق بعد ما شفت اول ماتش او اول ماتشين حتى مع هزيمه السنغال من الجزائر، برضو قلت ان السنغال والجزائر هما الاقرب للوصول. فالمشوار يوديك، المقارنه كلها في صالح ساديو ماني، كل الارقام في المقارنه اللي شفناها على الشاشه في صالح ساديو ماني لسبب واحد بس، انه لعب 5 مباريات ومحرز لعب 6، فكل الارقام دي هتلاقيها في صالح ساديو ماني، بخلاف اللي انت قلته انه ضيع ضربتين جزاء. فالحقيقه التحدي عندهم هما الاثنين تحدي كبير جدا، لان ساديو ماني بطل اوروبا ورياض محرز بطل البريمير ليج، صحيح، فبالتالي في تحدي حلو لشخصي، لكن ادائهم ما بيبينش انه التحدي شخصي، التحدي جماعي جوه التيم، ودي ميزه جدا ان انت تلاقي تألق لعيبه ونجوم جوه تيم وورك، والتيم وورك باين قوي للفريقين جدا. الاثنين مدربين الحقيقه عندهم نفس الاتيتيود، نفس الطباع، حتى مواليد 76، الاثنين سن واحد، فرق بينهم يوم وبينهم يوم، واتولدوا في حي في باريس، نفس الحي على فكره، ولعبوا في بي اس جي برضو سيسي وبالماضي، والاثنين وطنيين، ها عشان برضو نقف عند الحته دي شويه، فانت برضو عندك حته السبيريت والانتماء موجوده. قليل قوي لما كنا بنشوف الجزائر والمغرب بالذات محترفين في انديه كبيره لكن التيم ورك مش موجود، صح، بالماضي عمل قدر انه يحقق ده مع الجزائر. فالجزائر والسنغال ادائهم ممتع ايجابي جدا، ممكن يبقى فيه اخطاء، بس حته واحده في ماتش بكره هي غياب كوليبالي. غياب كوليبالي، كاليدو كوليبالي مدافع متميز جدا، مدافع السنغال، غيابه هيبقى له تاثير، لان الاداء الدفاعي مرتبط بكوليبالي في الحته دي. صحيح كابتن عادل، من واقع برضو التشكيل بتاع كلا الفريقين، انت عندك الجزائر ما غيرتش تشكيلتها في 4 مباريات في البطوله، يمكن التغيير الوحيد كان في المباراه الاخيره في دور المجموعات، والراجل دفع ب9 لعيبه، انما بخلاف كده هو بيلعب برايسون بولحي. انت عارف، انا عارف انك بتحب برايسون بولحي، حارس مرمى المنتخب الجزائري، عيسى مندي وبالعمري، يوسف عطال ناحيه اليمين، رامي بن 70 ناحيه الشمال. يوسف عطال مصاب، مش هيلعب. اسماعيل بن ناصر وعدلان قديوره وسفيان فيغولي، والثلاثه اللي قدام رياض محرز وبنجاح ويوسف البلايلي، دي تشكيله الجزائر اغلب المباريات. في ماتش نيجيريا ما كانش موجود طبعا عطال، العطال كان موجود مهدي زيفان وادى بشكل كويس جدا جدا، ومع بقيه العناصر كلها. وبرده قدامك بقى تشكيله السنغال هنتكلم عليها، اتفضل. بص انا عايز بس الاول في مقارنه ساديو ماني ومحرز، احيانا الكره بتبقى ظالمه في لما يكون عندك لعيبه قيمتهم التسويقيه عاليه، بيظلموا ناس كتير معاهم، بمعنى ان الاثنين هم مش احسن اثنين في فرقتهم. يعني انا وجهه نظري ان رياض محرز مش احسن لعيب في فرقه الجزائر، هو نجم فرقه الجزائر بس مش احسن لعيب في فرقه الجزائر في البطوله دي. في البطوله دي مين احسن؟ لا، اسماعيل بن ناصر ويوسف بلايلي دول احسن، انا شايف ممكن يبقى احسن اثنين في البطوله كلها. ماشي، فشويه بتبقى ظالمه الكره، بتبقى ظالمه شويه في القيمه التسويقيه وهو بيلعب فين وموجود فين. طبعا يعني حاجه كويسه طبعا انك تظهر ان في نجوم في الفرقه، ولكن في البطوله او في اوقات بيبقى عندك لعيبه اهم من اللعيبه دي، بس هو في الاول وفي الاخر هي دي فيها ظلم شويه. انا بحس ان الحاله الوحيده اللي بتتحقق فيها النجوميه مع القياده مع كل حاجه كريستيانو رونالدو في البرتغال. ده حاله ثانيه خالص، احس ان هو كل حاجه، يعني هو البرتغال وهو افضل لاعب، هو نجم الفرقه وهو كل حاجه، هو اللي بيقودها، هو التاريخ وهو كل حاجه، وهو يعني دي حقيقه ممكن بحس ان هو الحاله عمل تاريخ في اخر في اخر 5 سنين 4 سنين للبرتغال، نقلهم نقله ثانيه خالص يعني. دي فعلا ممكن تكون الحاله الوحيده اللي هي ممكن يبقى حد متالق في ناديهم وبعد كده متالق مع المنتخب.
ده ما يقللش من رياض محرز وساديو ماني، ولكن هم مش بل بالعكس هو بيضيف لقيمه الفريق الجماعيه، ودي كمان تدل على حاجه تانية ان في جماعيه ومش فرقه نجم اوحد. فرقه نجم اوحد احنا اللي خلقناها، مش احنا يعني احنا كجمهور احنا اللي خلقنا ان ده نجم الاوحد بتاع السنغال وده النجم الاوحد بتاع الجزائر، ولكن في الحقيقه ان في نجوم تانية ممكن يبقى قيمتها التسويقيه بعد كده مستقبلا اعلى، وادائهم مهم جدا، وهو اللي بيقدر يبرز الاداء الفردي لماني ورياض محرز. صحيح. فدي نقطه برضو انا كنت عايز اتكلم فيها. التشكيلات الجزائر الفرقه يعني اكتر فرقه كانت مقنعه قوي، السنغال كانت مقنعه برضو، لكن الجزائر كانوا يعني لو جيت عملت تصويت لمباراه بكره هتلاقي ان معظم الناس هتصوت للجزائر. طيب انا هقول لك على حاجه بمناسبه الاقناع. الجزائر اقنعت في كل مبارياتها، السنغال اقنعت في كل مبارياتها ما عدا مباراه تونس. انا حسيت ان السنغال لا يعني اتهزت عشان اتلعب على المباراه. تونس دي المباراه الوحيده اللي تونس لعبتها صح بالظبط كده، المدير الفني ادارها صح. لعب على نقط ضعف فرقه السنغال وعرف يشتغل عليها كويس جدا، ولعب المباراه دي كرد فعل مش كفعل. تونس في فرق بتبقى داخله البطوله بتلعب فعل، ولما بتيجي تلعب فعل وانت ما عندكش الكواليتي انك تقدر تبقى مستحوذ، تقدر تبقى انت الفعل في المباراه، بتعمل لك مشكله. والمدرب الذكي اللي لما فرقته تبقى مش قادره انها تبقى فعل يعرف يعمل رد فعل كويس، ده مدرب ذكي جدا. وانا شايف ان المباراه دي المباراه الوحيده اللي تونس لعبها كويس تشكيل، ان التشكيل كان مناسب للمباراه، وان المباراه اتلعبت صح. لكن بقيه المباريات التشكيلات ما كانتش مناسبه لتونس، والمباراه كلها اجريت بشكل غلط، بما فيه مباراه نيجيريا ومباراه المجموعات، وحتى المباراه اللي كسبوها، حتى مباراه مدغشقر الى حد ما، لكن المنافسه ما كانتش بمستوى عالي. فانا شايف ان فرقه السنغال تاني فرق، يعني فرق تانية يعني السنغال وكان المغرب، دول كان اكتر فرق مديك انطباع قوي. الكاميرون ونيجيريا كانوا من بعيد، واحنا كنا عاملين نقول ان الفرق دي بتتسحب وفي فرق ممكن تبقى موجود فيهم في تلعب فاينل، وما كانش في توفيق برضو لنيجيريا المباراه اللي فاتت مع الجزائر. مباراه بكره انا شايف ان هي الاثنين المدربين افكارهم متشابهه، طريقه لعب الفرقتين شويه برضو متشابهه، بيلعبوا على طول لعب على طول من جوه، ولكن في فرق شويه للسرعات لفرقه السنغال، في فرق قوه لفرقه السنغال، ولكن الكواليتي بتاعت الجزائر اعلى، كواليتي الجزائر فنيا اعلى شويه، ولكن السنغال بدنيا قويه جدا جدا جدا. الجزائر هيبقى عنده مشكله لو ما خلصش المباراه بدري، هيبقى عنده مشكله لو فضل ماشي مع السنغال للاخر، هيقع الجزائر لو فضلت ماشيه المباراه للاخر. السنغال بدنيا عندهم معدلات رهيبه، معدلات بدنيه رهيبه تخليه لو وصل لغايه اخر المباراه يبقى عنده الافضليه. يعني لو بدات المباراه 50-50 بين الجزائر والسنغال، والمباراه فضلت لغايه اخر المباراه، النتيجه مفضله معلقه لاخر مباراه، السنغال هيبقى اسهمه اعلى. طيب وجهه النظر البدنيه اللي بيتكلم فيها عادل دي مهمه قوي، لانه دي اشار اليها المدير الفني المنتخب نيجيريا بعد المباراه، قال لك انا رهنت رهان غلط، انا كنت براهن على انه هيقع الجزائر، وانا هوصله معايا للاكسترا تايم، ولما نوصل للاكسترا تايم هو هيقع بدنيا وانا هشتغل واعرف اكسب. هو كان كلامه كده في المؤتمر الصحفي، الراجل كان صريح ووضح انه دي كانت نقطه ضعف هو كان فاكرها هتبقى نقطه قوته. هل ممكن زي ما عادل ما بيقول كده انه فعلا لا السنغال تعرف تجر الجزائر بما ان هي منهكه وجايه من اكسترا تايم قبليه برضو اكسترا تايم وماتشات كانت طويله، انه يعرف يكسبها في توقيت زي ده، ولا طيب الماتش ده هيخلص في التسعين دقيقة؟ الماتش ده عايش شعار واحد أولا بالماضي وسيسي، الشعار ده لازم يتنقل للعيبة، الشعار ده هو الذكاء. الذكاء في كل شيء، أولا في الاستراتيجية الدفاعية، في مخزون الطاقة، الجزء اللي هو خاص بالجانب البدني ده محتاج ذكاء لعيبة، ازاي توفر مخزون الطاقه بتاعها بالكوره او من غير كوره، وده جزء مهم قوي. ماتش بكره فرصه قليله، مش هتشوف فرص كتير على المرميين. هنا الذكاء في انهاء الهجمه، في نسبه التركيز على المرمى، في انك يعني في مشكله عند بغداد بونجاح، مشكله كبيره في اضاعه فرص سهله جدا. والله يا كابتن لو هو بيضيع بس حته لعيب، لا ما مش بختلف، لا مش بختلف على القدرات. انا في الماتشات اللي فاتت في اهداف سهله جدا وانفراد بالمرمى وهو هداف اصلا، فده محتاج
ان انت ازاي من الذكاء ان انت تستغل الفرص اللي بتجيلك لانها هتكون قليله قوي. الذكاء في تنفيذ الكرات الثابته، وده ممكن يحسم المباريات في المباريات دي الكرات الثابته. فهنا نسبه ذكاء بالماضي وسيسي في ادارتهم للقاء، في الربع ساعه الاولانيه هتشوفها ازاي، في الاستراتيجيه بتاع الاداء الدفاعي اذا كان في دفاع متقدم ولا زون ديفنس ولا فالماتش ده انا اعتقد ان كل ما الجهاز العصبي عند اللعيبه، نسبه التركيز، نسبه الهدوء، لان خلي بالك في افضليه للجزائر في ماتش بكره، افضليه بالجماهير، في افضليه. فانت برضو من الذكاء بتاع سيسي واللعيبه ازاي انت تاخد ده في صالحك ما ياثرش عليك سلبي، ودي افضليه عند، لان مؤكد ان جمهور جزائر كتير، ومؤكد ان في مصريين هيشجعوا الجزائر بكره اكيد. فانت بالتالي فائد عنصر كسيسي بالنسبه للسنغال، فائد عنصر جماهير. هيكون في جماهير سنغاليه بس قليل، مش كتير زي الجزائر. الجزائر واضح ان بكره هنشوف اعداد كبيره جدا. فاذا انت عندك بعض الامور الذهنيه بخلاف الجانب الفني. انت النهارده خسرت كوليبالي في الاداء الدفاعي، المفروض ان يبقى في افضليه. انا بتفق مع عادل لما اتكلم على البلايلي، والبلايلي قصه يدي درس، يدي درس اللعيبه كتير في الاجيال دي، انه ازاي قدر يتخطى الازمه اللي هو كان فيها متعافي فيما يخص ويرجع ويبقى ويساعد الترجي، ودلوقتي واحد من النجوم، وشفناه جاب جوال حلوه قوي في البطوله دي، وليه دور فعال ما يقلش عن دور محرز في الطرف الشمال. وبالتالي افضليه الجزائر في الاداء الهجومي جيده جدا، لان انت برضو عينيك على ساديو ماني بس بالك برضو في السنغال، انه السنغال خسرانه شويه دفاعيا بعدم وجود خليد الكوليبالي. صحيح. وحتى كمان لما كان موجود في الماتش اللي فات، تونس فعلا عرفت تخترق خط ظهر السنغال في اكتر من لقطه. بتخيل ان هو دي نفس الاستراتيجيه اللي هتعتمد عليها الجزائر، اختراقات من عمق كتيره، يعني ده ممكن يحصل. استاذنكم نروح لاخر فاصل اعلاني، وبعدين نرجع نكمل كلامنا مع حضرتك. اتفضل. طيب عندنا معلومات مهمة جدا خلينا نحطها قدام حضراتكم فيما قبل نهائي هذه البطولة. يعني الجزائر هي الأقوى هجوما في البطولة بواقع 12 هدف سجلوا عن طريق لاعبيها. لعبة الجزائر سجلوا 8 أهداف خلال الشوط الأول وأربعة في الشوط الثاني، ده هيديك انطباع قد إيه الجزائر بتحاول دايما تخلص في الشوط الأول. لعبة السنغال سجلوا في بطولة أمم أفريقيا 8 أهداف في 6 لقاءات، هدفين كانوا في الشوط الاول وخمسه في الشوط الثاني، هيدي لك برضو انطباع عن المؤشرات او عن اهدافهم في الشوط الثاني تبقى عامله ازاي، المعدلات البدنيه برضو تبقى عامله ازاي، ده مهم جدا. اهداف السنغال في البطوله جت عن طريق 6 لعيبه، المنتخب السنغالي اهدر لعبوه 3 ركلات جزاء، 2 منهم لنجم الفريق ساديو ماني. السنغال بقى على الجانب الاخر، اذا كانت الجزائر هي اقوى هجوم فاقوى دفاع في البطوله هو المنتخب السنغالي، استقبل شباكه هدف وحيد. منتخب الجزائر سجل 11 هدف من داخل منطقه الجزاء وهدف واحد من بره المنطقه، منتخب السنغال سجل 6 اهداف من داخل المنطقه وهدفين من خارج المنطقه. لعيبة المنتخب السنغالي والجزائري احرزوا 5 اهداف في البطولة بالقدم اليمنى، لعيبة الجزائر سجلوا 6 اهداف بالقدم اليسرى مقابل هدفين سجلوا بالقدم اليسرى للعيبة السنغال. مفيش ولا منتخب من المنتخبات يجيد التعامل بالكرات الرأسية، بدليل انه لم يسجل اي منتخب من المنتخبات اهداف بالرأس. 29 تسديدة بين القائمين والعارضة سددها لاعبو السنغال خلال كل المواجهات اللي لعبوها، في مقابل 25 تصويبة للاعبي المنتخب الجزائري بين القائمين والعارضة. ماني هو الاكثر مراوغة في امم افريقيا ب 34 محاولة، وماني هو الاكثر مراوغة ناحية من الناحية الناجحة بواقع 20 مرة. دي احصائيات مهمة جدا كابتن زكريا، خلينا نعرف مؤشراتها ايه بالنسبة لك وبالنسبة للكابتن عادل. اتفضل. طيب بص يا ابراهيم، المؤشرات بتدي في بعض المواقف افضلية للسنغال، وفي مواقف تانية بتدي افضلية للجزائر. عايز اقف معاك عند حتة ودي حتة مهمة قوي. ساديو ماني الاكثر مراوغه في افريقيا 34 مره.
ده في خمس وهو ناقص ماتش. ايوه اللي هو الماتش الغايب عنه اول ماتش له في البطوله كان يعني لو كان بيلعب 90 دقيقه كمان كان ال 34 مره دول يزيدوا. ده بيوديك لمنطقه في التلت الاخير حته مهمه قوي. وعادل طبعا في التدريب مؤكد بيتكلم في الحته دي. القدرات الفرديه دورها مؤثر جدا وتاكيد لده واحد ضد واحد في المراوغات، لان بمجرد ما ساديو ماني بيعدي او رياض محرز من الناحيه دي او البلايلي بيعدي انت خلاص بقيت زياده واحد ومعاك الكوره. هنا الـ 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 التفاصيل الصغيره في المباريات ان انت ازاي بتفرق بقدرات فرديه في صالح الاداء الجماعي. صح. وبالتالي انت هتلاقي ان بلايلي وبنجاح عملوا جول حلو، او بلايلي دخل ال 18 عمل 1 2 مع بنجاح حطها بلايلي في البعيده، اعتقد ماتش غانا تقريبا او ماتش من الماتشات يعني، جول حلو قوي للبلايلي. يبقى انت اذا هنا ازاي بتوظف القدرات الفرديه في صالح الاداء الجماعي عشان يبقى لعبك ايجابي. صح. هنا دي التفاصيل اللي ممكن نشوفها بكره، زي جول محرز في الفاول دي قدرات فرديه. في اخطاء في الحيطه واقفه غلط والجول واقف ورا الحيطه مش ماليش دعوه، بس ازاي انا قدراتي الفرديه بتحسم اللقاء. عشان كده لما تعمل مقارنه بين ماني ومحرز بتقف عند قدراتهم الفرديه في ومن الصعب مقارنه يا ابراهيم مع رونالدو يعني من الصعب المقارنه، انما القدرات الفرديه الاول بتشوفها عامله ازاي. عشان كده بنقول هو ليه كوليبالي هيكون له تاثير، ما هو صح. كل الماتشات في الاحصائيات الدفاعيه انت مدي استدغال عشان كوليبالي موجود. طب لو مش موجود بكره بيقل قد ايه؟ يبقى اذا هنا لاعب مؤثر جدا في الاداء الجماعي للفريق. وبالتالي انت لما بتقف عند الاداء الفردي في القدرات الفرديه بيوديك على طول ليه ان مفيش المنتخبين ما بيجيبوش كرات بالهيد اجوال بالهيد، يا اما العرضيات قليله يا اما اتلعبت بس ما جاتش جوال. بس اللي احنا شفناه للسنغال ما بيلعبوش على الكرات العاليه ولا الجزائر، لا ولا الجزائر، لان القدرات الفرديه لبلايلي ومحرز من الاطراف على العمق بيشتغلوا على الارض اكتر، ولو على الاطراف وما بيشتغلش هو بيخش للعالي الكره ويروح يسجل يعني او بيلعب يعني عرضيات على الارض يعني. فماتش بكره التفاصيل الصغيره بتحسم لقاء زي ده. طيب لو عندك تعليق قول لي على الجزئيه دي، وبرضه عايز افهم منك هل انت مع المقوله بتاعه انه مباريات النهائيه لا تلعب ولكن تكسب؟ يعني طبعا اديني الطريقه اللي انا اكسب بيها ومش مهم انا بقى يعني ما تكلمني على متعه ولا تكلمني انا الماتش ده اكسب واخد بطوله وخلاص، عايز اشيل الكاس بتاريخه. النهائيات للعيب وللمدرب وللدوله ولكل حاجه هو نتيجه. كمان 20 سنه انت تفتكر النتيجه مش تفتكر الاداء. الاداء ده انت ممكن مع اولادك في البيت تقول لهم انا عملت ماتش كويس مش عارف ايه، بس هنقول ان احنا ادينا ماتش كويس. لو انت بتلعب بقى فريق صغير بتلعب في كاس عالم تقول انت اديت ماتش كويس، ولكن في الاول وفي الاخر النتائج هي اهم حاجه بالنسبه لكل الناس، جمهور ومدرب واتحاد وكل حاجه. انك بقى ازاي تكسب المباراه دي نقطه مهمه جدا. السنغال كان عنده مشكله في مباراه تونس ان هو كان الفعل مع تونس وساب مسافه كبيره في خط ظهره، تونس اشتغلت عليها كويس قوي قوي واتعمل فيها مشاكل كتير جدا للاثنين سنتر باك بالظبط للاثنين سنتر باك بتوع السنغال. دي نقطه مهمه جدا، واعتقد ان بعد مباراه تونس السيسيه هيفكر كتير جدا، وكمان وعدم وجود كوليبالي اعتقد هيبقى فيه امور مختلفه شويه. مش هينفع تلعب دفاع متقدم مع فرقه الجزائر. فرقه الجزائر من فرقه بتلعب في المساحات كويس قوي وانها بتلعب في الاستحواذ كويس قوي، ودي نقطه مهمه جدا. ولكن بقى عشان اقدر اتعامل مع فرقه الجزائر لازم اشوف نقطه ضعفها وانا بدافع. نقطه ضعف الجزائر انا وجهه نظري ان هو لو الجزائر خرج من منطقته هيبقى عنده مشكله. لو الجزائر لما بيخرج من منطقته بيلعب ضغط عالي، لو اتلعبت حاجات في ظهره بيبقى عنده مشكله، بس هما ما بيدوش فرصه للفرق انها تلعب في ظهره. الجزائر خد بالك بيلعب ضغط من احسن الفرق في البطوله، بتعمل ضغط عالي. بس عندهم مشكله ثانيه في حاله الضغط العالي، لو الفرق وصلت لل 30 متر الاخيره بالكوره بيبقى عند الجزائر عندها مشكله. يعني شوف كل فرص الجزائر الفرق وصلت لل 30 متر الاخيره للجزائر.
عملت لها مشكله. يعني مباراه نيجيريا الجزائر كانوا محظوظين جدا، ومصر برضه اقول ان الجزائر كان محظوظ جدا ان هو سجل في الوقت ده في مباراه نيجيريا. نيجيريا وصل كتير جدا الشوط الثاني، وصلوا كتير جدا من بعد الدقيقه 65 نيجيريا وصلت للجون حوالي 7 أو 8 مرات، كتير جدا من ناحيه اليمين ومن ناحيه الشمال ومن العمق وكل حاجه. فنقطه مهمه جدا ان ازاي اول حاجه السنغالي يخبي ال 30 متر اللي موجودين، انه ما يلعبش دفاع متقدم، دي نقطه مهمه جدا. والنقطه الثانيه انه يقدر يوصل بالكره للثلث الاخير لفرقه الجزائر، هي دي النقطه اللي المفروض فرقه السنغال تشتغل عليها. طيب خليني هتبقى في خناقه في نص الملعب. انا اسف ان لا انت ما تقاطعنيش، ده انا هكلم معاك في نفس السياق. فانا وانت بتتكلم في الجزئيه دي عارض لك الهدف اللي سجله الجزائر في السنغال في الماتش الاولاني. اتفضل كمل بقى. بس وفي نص ملعب هيبقى عندك في مشكله. ايه مش انا شايف ان الاثنين نص ملعب دول يعني قوه رهيبه في الفرقتين، ثلاثي نص الملعب هنا وثلاثي نص الملعب هنا برضه، هي نفس المساحه اللي انت بتتكلم فيها. المساحه اللي في ظهر الباكات في السنغال عندهم مشكله، بس الجزائر بيقدروا يعملوا الاثنين، بيقدر يشتغل في مساحه وبيقدر في نفس الوقت بيعمل استحواذ. يعني هم عندهم ذكاء شديد جدا في انهاء الهجمات، في فرقه الجزائر من احسن فرقه بتعمل انهاء هجمات في البطوله. صحيح. عندهم النهايه دي دايما متشابهه، الكره دي من الناحيه دي والباك باس بيلعب لتحت الكوره وبيعمل فينش كويس. بس الباك باس ده بيطلع كويس في ايه؟ ان انتشارهم جوه ال 18 بيبقى كويس، بغداد نجاح من احسن الفراوده في البطوله بتعرف تتحرك، ساك من الكوره معاه، بيعرف يتحرك كويس جدا، يعني في ثانيه بيخلق موقف لحد تاني انه موجود في فرق التاني يبقى كويس جدا والكوره معاه. هعرض لك برده تبعا كده اهداف للجزائر واحنا شغالين، بس في فرق بيبقى كويس والكوره معاه بيتصرف فيها هايل. بغداد نجاح والكوره مش معاه، هو بيتصرف والكوره مش معاه احسن من الكوره معاه. خد بالك الكوره معاه وعنده الفينش بتاعه مش عالي قوي، مش احسن حاجه، بقى عنده مشكله في التهديف شويه، بس بيخلق نفسه فرص كتير، بيخلق نفس الذات نفسها كابتن زكريا. بس ده في ماتش نيجيريا، لكن هي هنا جت في الراجل المدافع. فازاي بقى السنغال يقدر يوقف فرقه الجزائر في الحته دي؟ ايوه، ويقدر يلعب طول الوقت، يلعب في ظهر فرقه الجزائر. اول حاجه هتاخد منه بدنيا، انك طول ما بتلعب في ظهره بترجعه ل 50 60 متر تاني ورا وقدام، هتاخد منه. عادل وانت بتتكلم التحرك بتاع الاثنين اللي داخلين ال 18، هو بغداد واعتقد كان بليلي. ده ذكاء، تحركاتهم لا فيها وعي شديد جدا. انت يعني انت حتى في حته مهمه قوي خاصه بالدفاع المتقدم، ريسك عالي قوي لو اتعمل بكره، لان ده بيستنفذ جزء في الطاقه بتاعتك. عشان كده ممكن الجزائر بيجي على الشوط الثاني بيقل الاداء شويه، وبكره انت محتاج لو بيعمل ضغط عالي، لو بتعمل ضغط عالي فانت مش محتاج تعمله الا اذا عايز تعمله اول ربع ساعه بس، وتروح راجع تاني تهدي شويه الريتم. الجزء التاني مهم قوي في الحته بتاعه الجزائر، هي ان يبقى عندك باسنج جيم شويه، تشتغل على الكوره شويه وتاخد وقتك شويه، لان هنا في الماتشات اللي فاتت اللعب ايجابي قوي وسريع قوي وفي مساحات ما هو كل ده انت ممكن سيسي ياخدك في الحته دي ويبعدك شويه عن ان انت وحظك اذا ما عرفتش تجيب جول يبقى هو هياخدك على الشوط الثاني ويكمل، هو لان هو يقدر يكمل ده. عندنا سلاح قوي جدا بيستخدمه الجزائر، الضربات الثابته استخدمته في الماتش اللي فات، وضربه الضربه الثابته اللي رياض محرز وقال لك وهو بيحكي عن الهدف ده، قال لك لاحظت انه في حته فاضيه بس كده عند الحارس، كانت باينه قوي رحت مسدد فيها اهو قدامك الهدف، كانت باينه طبعا. هو حتى في لعيب نام على الارض، كانتش كده على اساس لو يعني محرز يعني هيلعبها على الارض، عندنا هنا اللعيب ما يعني ما نامش انا صاحب من هو لسه صاحي هو سهران النهارده طبعا الخطا الكبير اعتبر العلامه الصفراء دي اللعيب اللي نام. الخطا الكبير اللي ساعد محرز هو الجول كيبر طبعا، لان هو اللي بيوقف الحيطه، هو اللي بيقف وراهم 90% من الجول كيبر. فمحرز قراره، وانا افتكر صلاح عملها مره في بطوله افريقيا، انه مش كده ان حطها بوش رجله، مش فاكر ماتش ايه، بس عملها تقريبا بوش رجله جامد قوي في الزاويه البعيده في ماتش غانا. برافو عليك، ماتش غانا تصفيات المباراه. فقرار من محرز في ذكاء ان هو شايف الزاويه وقرر، رغم ان انا متاكد ان الجول كيبر فاكر ان محرز هيحطها لوب من فوق الحيطه في القريب او على الارض على اساس انه اشول يعني.
مع الارض ده 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 اللاعب هو اللي قرر يعني. صحيح. هو المفروض ما بينامش قبل ما تلعب وقبل ما يخش الشوط بيروح نايم. صحيح. عندكم اي تعقيبات اخيره على الموضوع؟ لا تمام. للاسف وقتنا انتهى. تمنيات وتوقعات يا كابتن عادل اخر حاجه؟ انا اتوقع يعني شايف ميال اكتر للسنغال. ميال اكتر للسنغال. كابتن زكريا؟ التوقع صعب قوي بالنسبه لي لان الفروقات قريبه قوي من بعض. برضو ما فيش تمنيات لان الفريقين افريقيا بالنسبه لنا دي افريقيا. لكن اذا يعني اقرب من عادل اذا الوقت طال يروح للسنغال. اذا الوقت طال يروح للسنغال. ان شاء الله باذن الله ربنا يكرم. بكره نتفرج على نهائي محترم يليق بالكره الافريقيه. تمنياتي انا ان شاء الله باذن الله بفوز المنتخب الجزائري، وتمنياتنا ايضا ان الصوره والشكل يطلع كويس. ان شاء الله باذن الله نلقاكم في الغد بعد نهايه المباراه ونتكلم في امور كتير جدا جدا فنان، ونكون ان شاء الله باذن الله بنحتفل بفوز المنتخب الجزائري. حلقتنا خلصت النهارده. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. كابتن زكريا بشكر حضرتك. شكرا لك يا نورتنا. كابتن عادل بشكرك شكرا جزيلا. شكرا ليك وشكرا كابتن زكريا. متعتوني كوره، متعتوني كوره والله، ومتعتوا الناس كلها. بشكركم شكرا جزيلا. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ونشوفكم ان شاء الله باذن الله بكره لو في العمر بقيت. تصبحوا على الف خير. سلام عليكم.